مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ودايما منورين ومشرفيني في قناه الاهلي، والاهلي في كل مكان زي ما معودينكم كل يوم. الاهلي في كل مكان بيبقى عباره عن فقرتين، الفقره الاولى بتشمل كل الاخبار الاهلاويه عموما وكل الاخبار العالميه على قد ما بنقدر بنجيبها لكم، الفقره الثانيه بيكون معانا ضيف، والنهارده ضيف كبير جدا، الكابتن الكبير الكابتن بدر رجب نجم الاهلي ونجم مصر واللي بشرفنا في الحقيقه في كل المحافل الخارجيه، يبقى معانا ونتكلم معاه في كل الحاجات اللي انتوا مستنينها. يعني اقول لكم الاخبار الاول، ابدا ان رئيس واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضيه بيتقدم بخالص التعازي للنادي الاولمبي واعضائه وجماهيره في وفاه المغفور له باذن الله الكابتن الكبير الكابتن ابراهيم الجويني رئيس النادي الاولمبي الاسبق. تغمد الله الفقيد بالرحمه وادخله فسيح جناته والاهل والهم اسرته الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون. ندخل في أخبارنا، أو أهم ما حدث بالأمس الاجتماع اللي شاهده الأهلي امبارح، اجتماع مجلس الإدارة واللي خرج بعدة قرارات أكيد حضراتكم عارفينها لكن هقولها لكم للتذكرة. المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي الأستاذ شريف فؤاد خرج قال قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، أولها اعتماد توصية لجنة الكرة والجهاز الفني بالموافقة على بيع اللاعب وليد أزارو المهاجم المغربي والاستمرار في عملية التفاوض مع النادي الصيني بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كالتيرون. اثنين، مقاضاة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون بعد التراجع عن إتمام اتفاقهم السابق بالموافقة على تدريب النادي الأهلي أو فريق الكرة بالنادي الأهلي مع تحريك دعوى قضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على حقوق النادي المالية وفقا لشروط وبنود التعاقد. أكيد عارفين حضراتكم اللي حصل مع هذا المدرب بعد ما وافق والدنيا تمام قال مش هينفع، عشان كده زي ما بيطلبوا شروطهم الجزائية أكيد النادي الأهلي هيطلب بجميع أو هيطالب بجميع حقوقه. الموافقة على إعارة أحمد رمضان بيكهام لمدة موسم واحد بالإضافة إلى الموافقة على ضم مصطفى البدري لاعب أسوان مقابل 1.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى الموافقة على ضم اللاعب حسون محمد مواليد 2000 من نادي صيد المحلة. اعتماد التصور المقدم من الدكتور سعد شلبي مستشار التسويق لمجلس الإدارة لهيكلة إدارة التسويق بالنادي متضمنا تقسيما جديدا للإدارة بما يضمن تحقيق نقلة تسويقية جديدة للحصول على أكبر عائد للنادي مع الاستعانة بالكوادر التسويقية المميزة في هذا المجال من أجل ضمان تحقيق طفرة تسويقية تليق بالنادي الأهلي ومكانته. تكليف اللجنة الهندسية بالنادي بتقديم برنامج زمني أسبوعي متضمنا حجم الإنجازات في العملية الإنشائية التي يشهدها النادي الأهلي سواء في مقر الجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد، ورفع توصية بهذا الشأن للمكتب التنفيذي تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة لضمان الانتهاء من المشروعات الإنشائية في غضون 5 أشهر قادمة وفقا لبرنامج عائلة الأهلي. لسه مستمرين في القرارات مع حضراتكم. اعتماد الدراسة المقدمة من لجنة تحديث نظم حضور المباريات وتأمين الجماهير برئاسة المهندس خالد مرتجي وعضوية كل من طارق أنديل والدكتور مهند مجدي والمهندس محمد سراج الدين أعضاء مجلس الإدارة ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بما يضمن عودة الجماهير وفق أسس محددة تضمن سلامتها مع استخراج بطاقة لحضور المباريات مدونا بها كافة المعلومات الخاصة بالجماهير، خاصة وأن هذا الملف يأتي ضمن أولويات مجلس الإدارة في سعيه الكامل لعودة الجماهير من جديد، كما أنه جاء في مقدمة اللقاء الذي جمع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها المجلس للوزارة واللي اتكلمنا مع حضراتكم فيها وقلنا ان كانت اهم اهداف الكابتن محمود الخطيب مناقشه عوده الجماهير مع سياده الوزير اشرف صبحي. اعتماد العلاوه التي اقرتها الدوله لجميع الموظفين بالنادي اعتبارا من اول يوليو الجاري. اعتبار الجلسه ممتده لحين تحديد الموعد المقبل لاجتماع مجلس الاداره. دي كانت اهم القرارات اللي اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماع الامس، زي ما حضراتكم شايفين انها كلها بتنصب وتدخل في مصلحة النادي الأهلي الكبير. حبيت بس أذكر حضراتكم بهذه القرارات واللي اتخذت من مجلس إدارة النادي الأهلي وأعلنها الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي.
عارفين حضراتكم ان القرارات كلها مش عايزه يعني مش عايز انا عارف ان انتوا عارفين وعارفين يعني ايه نادي الاهلي وعارفين يعني ايه ايقونه نادي الاهلي واسم نادي الاهلي اللي عمره ما هيمسه اي شيء ولا اي ماديات ولا اي حاجه. النادي الاهلي زي ما بقول لكم ودايما بفكركم معاه مجلس اداره عارف قيمه النادي الاهلي شارب كل حاجه في النادي الاهلي من زمن طويل جدا بيرقصه محمود الخطيب معشوق الجماهير الاهلاويه قبل ما يكون رئيس النادي الاهلي. فتاكدوا تماما النادي الاهلي هيفضل النادي الاهلي اللي انتوا حبيتوه واللي انتوا عشقتوه واللي انتوا متوا عشانه. النادي الاهلي هيفضل النادي الاهلي وبس، للنادي الاهلي وبس، لجماهيره وبس ان شاء الله باذن الله. طيب اروح معاكم لمعسكر الفريق في كرواتيا والخماسي الدولي للفريق. انضم النهارده احمد فتحي وشريف اكرامي ومحمد الشناوي وايمن اشرف وسعد سمير، انضموا اليوم الخميس لمعسكر الفريق الاوروبي في كرواتيا استعدادا طبعا للموسم الجديد ومواجهه تاون شيب اللي حضراتكم كلكم بتستنوها، وان شاء الله تكون مباراه يتوج فيها النادي الاهلي بالثلاث نقاط. كان في استقبال هذا الخماسي الكابتن سمير عدلي دينامو النادي الاهلي، بصراحه المدير الاداري للنادي الاهلي والذي انهى اجراءات دخول اللاعبين بسرعه جدا جدا جدا. عارفين طبعا الفريق هيرجع قبل ميعاده اللي اعلن عنه الكابتن محمد يوسف، هيرجع يوم 9 ان شاء الله، اجل المباراه ساعتين اعتقد وان شاء الله يرجع في نفس اليوم يوم 9 مش يوم 10 عشان ينتظموا كلهم ويبقوا كله في الاستعداد لهذه المباراة الهامة جدا بطل بتسوانا تاونشيب. ان شاء الله كمان بكرة عارفين ان هيبقى في مباراة ودية هياخدها لاعبو النادي الاهلي، هنقول برضو عنها بالتفصيل. طيب نجيب بينفي شائعات اعتزاله، يعني النجم محمد نجيب بينفي شائعات اعتزاله. محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قال إن معسكر كرواتيا يعد معسكر ناجح للغاية من حيث اختيار المكان ومقر الإقامة وملعب التدريب، مؤكدا الأجواء تساعد على المزيد من تركيز اللاعبين. محمد نجيب من أكثر اللاعبين التزاما، من أكثر اللاعبين اللي بتحتاجهم بتلاقيهم على طول. أعتقد إنه ما حصلش منه أي مشكلة ولا أي حاجة من يوم ما عرفناه لغاية لما هيمشي. محمد نجيب إنسان قمة في الاحترام والأدب وأيضا لعيب مكسب لأي مكان هو فيه. قال كمان كما أن الجميع يتطلع للمنافسة وإثبات الذات لترك انطباع جيد لدى الجهاز الفني. انتوا عارفين طبعا لما أي فريق بيروح مدير فني كله بيحاول يثبت للمدير الفني أن أنا جدير أني أكون في 11 لاعب الأساسيين. عشان كده محمد نجيب بيقول أن كله عايز يدي انطباع كويس قدام المدير الفني وهو الأمر الذي يدركه الجميع. ده كلام محمد نجيب. ومن ثم فإن هناك حالة من التركيز الشديد والالتزام بالتعليمات داخل المعسكر سواء خارج الملعب أو داخله، والجميع يعلم أن الفريق مقبل على مباراة هامة جدا بينتظرها كل عشاق النادي الأحمر. ده كلام محمد نجيب وهي مباراة تاون شيب البتسواني في الجولة الثالثة من مباراة دور المجموعات لبطولة أفريقيا. تعال نشوف تقرير عن محمد نجيب ونرجع لحضراتكم على طول. اللعبة كلها مركزة، كانت مركزة في المعسكر طبعا. مدرب جديد له فكر جديد، اللعبة كلها كانت مركزة، كله عاوز يحجز ان هو يلعب بشكل اساسي. الراجل يعني بيحفظ الناس حاجات معينة في الملعب، بيحاول ان هو يوصل فكره للعيبه لانه فكره مختلف. كل مدرب بيبقى ليه فكر معين، اللعبه كلها بتبقى مركزه ان هي تقدر ان هي تنفذ الفكر ده. والحمد لله يعني بالنسبه لمعسكر اسكندريه اللعبه كلها كانت مركزه والحمد لله كان معسكر ناجح. عملنا لعبنا ماتش ودي في اسكندريه الحمد لله كسبنا، واللعبه كلها ادت بشكل كويس. اللعبه كلها في التمرين بتحاول ان هي تركز، كله عاوز يظهر بشكل كويس، كله عاوز يشارك بشكل اساسي. ده طبعا بتنعكس على الفرقه في الملعب وفي التمرينات. فالحمد لله يعني لحد كبير يعني الناس كان معسكر مرضي بالنسبه للناس كلها، والحمد لله ربنا يكرمنا في المعسكر في كرواتيا وربنا يكرمنا ان شاء الله. الاجواء هنا تساعد طبعا، هنا الجو هادي جدا،
بيساعدك على التركيز، بيساعدك على انك تتمرن بشكل كويس. بالنسبه طبعا لبطوله افريقيا، احنا عندنا بونت ماتشين، فموقف صعب، بس احنا عندنا ماتشين، اربع ماتشات مهمين جدا الفتره الجايه، ماتشات مصيريه بالنسبه لنا. اللعبة كلها هتبقى مركزه في الماتشات الجايه، لازم نكسب. لعيبه النادي الاهلي كلها في الماتشات بتلعب على المكسب. اللعبه كلها ان شاء الله تبقى مركزه، يبقى توفيق ربنا معانا، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونصعد وناخد البطوله باذن الله. الماتشين الجايين بالذات لازم يبقى في تركيز عالي جدا، اللعبة كلها لازم تبقى عارفه قيمه الماتشين الجايين، لازم نكسب، لازم كل واحد ما يبخلش باي مجهود في الملعب، لازم الناس كلها تبقى مركزه بشكل كبير جدا، لازم الفرص اللي هتجيلنا في الماتش، المدافعين كل واحد يبقى مركز في مكانه في الملعب، وده طبعا ان شاء الله ينعكس على الماتش ان شاء الله، وربنا يكرمنا ونقدر نحقق المكسب. احنا بنتمنى من ربنا طبعا ان احنا نكسب ونصعد ناخد البطوله، لانها بطوله مهمه جدا، بطوله مفضله طبعا لجماهير النادي الاهلي وللعيبه طبعا. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر ناخدها باذن الله. طبعا المدرب ليه فكر مختلف، هو بيكلمنا كتير جدا في الملعب، في التمرينات بيوقف التمرين كتير اكتر من مره، بيحاول ان هو يحفظ الناس، والحمد لله يعني من بقى لنا فتره يعني الراجل يعني مبسوط من اللعيبه كلها، اللعيبه بتحاول انها تأدي، بتحاول انها تنفذ الفكر بتاعه، فان شاء الله يعني في خلال المعسكر ده اتمنى طبعا نوصل ان احنا نكون مستوعبين 100% ان شاء الله من فكر الراجل، وده طبعا هينعكس علينا في الماتشات الجايه، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه باذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد، ده كان كلام محمد نجيب، وحاسين مدى الالتزام اللي على وش محمد نجيب، حتى كل اللعيبه اللي بنعمل معاهم حوارات، شفتوا امبارح وليد سليمان، شفتوا حسام عاشور، شفتوا كل اللعيبه حاسه بالمسؤوليه الكبيره جدا اللي بتقع على عاتقهم هذه الفتره. مش شرط اجيب لعيب بفلوس كتير جدا، شرط اجيب لعيب عارف قيمه النادي الاهلي وعارف فنانه النادي الاهلي وعارف جماهير النادي الاهلي وعارف حب وعشق النادي الاهلي يعني ايه، لكن الفلوس عمرها ما كانت مقياس لاي شيء. تاكدوا من كلامي تماما، يعني لو قسنا الفلوس ولو قسنا اللعيبه اللي بتتباع وبتشترى بفلوس كتير كانت الدول اللي معاها فلوس خدت كل البطولات، لكن الموضوع مش كده خالص، وانتوا عارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين حب اللعيبه النادي الاهلي وعارفين قيمه قميص النادي الاهلي او تيشيرت النادي الاهلي او فانيله النادي الاهلي معناها ايه وقيمتها ايه، وقيمتها كبيره جدا، وعارفين حب الجماهير بالنسبه للاعيبتهم عامل ازاي، واللعيبه عارفه حب الجماهير بالنسبه ليهم عامل ازاي، عشان كده منظومه متكامله جدا ما فيش اي حد هيقدر ان هو يفرقها باذن الله مهما كان ان شاء الله باذن الله. الاهلي هيفضل طول عمره كبير زي ما قلت لكم برجالته، بكل اللي شغالين فيه، بكل جماهيره الغفيره الكبيره اللي دايما في ظهر فريقها على الحلوه والمره، وانتوا اللي قلتوا كده مش احنا. نجيب اتكلم على المعسكر واتكلم على اهميته واتكلم على التزام اللعيبه واتكلم على ان اللعيبه عارفه قد ايه ماتش مباراه تاون شيب البتسواني مباراه مهمه جدا، عارفين ان الفريق لعب مباراتين وديتين قبل الانتقال الى معسكر كرواتيا 3-1 مع فاركو، 1-1 مع نادي الشمس، عشان اعيشكم في جو معسكر الفريق في كرواتيا. معايا امير هشام الدينامو بتاعنا بصراحه اللي قايم بمجهود كبير جدا. امير هشام اهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اخبارك ايه؟ طمنا عليك يا امير، احنا قلقانين عليك. لا انا كله تمام يا كابتن ميدو، بصراحه الاجواء هنا كويسه جدا، الامور ماشيه كمان كويس، المناخ جيد، كل بصراحه اجواء المعسكر مهمه ومناسبه جدا جدا للفريق بشكل عام وللبعثه. خلينا اطمنك على استعدادات النادي الاهلي المعسكر ده ويومياته اكيد في كرواتيا. النهارده النادي الاهلي مرانه كان على فتره واحده فقط، لسه منتهي حالا يعني تمام. انا بكلمك دلوقتي بيعملوا الاطالات الاخيره مع نهايه المران، المران كان ابتدى في تمام الساعه 6، كان من المفترض ان هو يكون الساعه 5، لكن مستر باتريس بيرتيرون فضل ان المران يتاخر ساعه علشان العديد الدوليين اللي انضموا النهارده لمعسكر النادي الاهلي ياخدوا قسط اكبر من الراحه. هايل. تقريبا وصلوا حوالي الساعه 1:30 او الساعه 2، فبالتالي انضموا النهارده للتدريبات بشكل طبيعي جدا وشاركوا في التدريبات بالكامل، يعني التدريبات الجماعيه بالكامل شاركوا فيها بشكل طبيعي، سواء الشريف اكرامي ومحمد الشناوي مع طبعا كابتن مصطفى كمال مدرب حراس مرمى النادي الاهلي شاركوا بشكل طبيعي، وايضا كل من ايمن اشرف واحمد فتحي وسعد سمير ايضا بيشاركوا
بشكل جيد في التدريبات. يعني النجاب عن التدريبات النهارده بجانب المصابين وليد ازارو، وليد ازارو ما عندوش اي مشكله طبيه، ما فيش اي حاجه خالص، لكن يعني النهارده ما شاركش في التدريبات واكتفى بالتدريبات المنفرده. ممكن كان نوع من انواع الاجهاد او وجهه نظر فنيه من قبل مستر باتريس كارتيرون، لكن ده بالنسبه لوليد ازارو. بجانب كل من احمد الشيخ وباسم علي اللي بيواصلوا تدريباتهم العلاجيه والتاهيليه عشان ان شاء الله يلحقوا في اسرع وقت ينضموا للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. النهارده المران ما كانش قوي قوي من الناحيه البدنيه، كان عباره عن تراي ماتش، وخصوصا ان بكره في مباراه وديه بالظبط. كان بعض الجوانب البدنيه الخفيفه مع بدايه المران، بعد كده دخلوا في التقسيم على طول كله شارك فيها بشكل جيد جدا، واضح الحماس والتركيز والجديه كامله بالنسبه للاعبي النادي الاهلي في المران النهارده. وكله يا كابتن ميدو يعني كله بصراحه مركز، كله عايز يعمل حاجه، كله عايز يشارك مع النادي الاهلي، يبقى دي بصمه خلال الفتره المهمه المقبله. وطبعا زي ما احنا عارفين اول مباراتين في الموسم مباراتين مهمين ومصيريين في مشوار النادي الاهلي الافريقي، سواء يوم 17 امام تاونشيب ومباراه العوده ان شاء الله مباراه الجوله الرابعه امام فريق تاونشيب ايضا في بوتسوانا. فاكيد نتمنى كل التوفيق في المرحله الهامه الحاليه يا كابتن. يعني امير قول لي التمرين كان شكله ازاي؟ كانت التقسيمات ازاي؟ كان في جدايه من اللاعبين؟ كان في حاسين بانها تقسيمه فعلا عشان اهم 11 يمثلوا الفريق بكره امام البطل السلوفيني او فريق النادي الدوري السلوفيني اولمبيا؟ قول لي شكل التمرين، انطباعك انت عن التمرين، اداء اللعيبه، حماسهم، عايش الجماهير يعني بتاعتنا في التمرين. في حماس طبعا، احنا متعودين نعيش جمهور النادي الاهلي في كل الاجواء الخاصه بالفريق بشكل عام في اي مكان في الدوري. فريق النادي الاهلي دايما احنا كقناه النادي الاهلي دايما بنغطي كل ما يخص النادي بشكل عام. فخليني اقول لك ان التدريب بالنسبه للفريق كان جدي وحماسي جدا وتركيز كبير جدا من كل اللاعبين. خليني اقول لك يا كابتن ميدو ان احنا عندنا مدير فني جديد مستر باتريس كارتيرون، جهاز فني بالكامل جديد، فكل اللعيبه عندها امال كبيره في ان هي تشارك في او تثبت جدارتها مع البدايه وبعد كده تشارك بشكل اساسي مع الفريق. كده او من هنا جاي الحماس الكبير عند اللاعبين. لو مدير فني مثلا من السنه اللي فاتت او حاجه هو معتمد مثلا على تشكيل معين او على اساس معين، لكن ده اللي مدي امان لكل اللعيبه ان هم يشاركوا او ان هم يثبتوا وجودهم ويكونوا متواجدين في التشكيل الاساسي للفتره الجايه بالنسبه للنادي الاهلي. من هنا جاي التركيز، من هنا جاي الجديه بالنسبه للاعبين. الكل بيامل في المساهمه مع النادي الاهلي وصنع تاريخ بالنسبه له مع فريق كبير وعريق زي النادي الاهلي في مختلف البطولات اللي هيشارك فيها، وخصوصا اول بطوله هي بطوله دوري ابطال افريقيا. رغم البدايه الصعبه شويه، لكن انا يعني لمست من اللاعبين حماسهم الشديد، شايفين ان البدايه دي حصلت قبل كده للنادي الاهلي في 2013 وقدروا ان هم يعوضوا ويفوزوا بالبطوله كمان، كان في تواجد كابتن محمد يوسف مدير فني في هذا التوقيت. فهم متفائلين جدا بالمرحله الجايه، مستعدين بشكل كبير جدا. المباريات الوديه كمان هتخليهم يفهموا الفكر اللي عايز يلعب بيه مستر باتريس كارتيرون، سواء مباراه الغد امام فريق اولمبيا، المباراه بتاعت يوم 9 ايضا في سلوفينيا مع احد الفرق الروسيه، وايضا في مباراه وديه اخرى مع عوده الفريق للقاهره. خليني اقول لك ايضا ان بكره هينضم لمعسكر النادي الاهلي علي معلول اللاعب الدولي. تمام تمام. هيكون متواجد، هيوصل لمقر معسكر النادي الاهلي يعني الساعه 1:30 او الساعه 2 ظهرا. مش هيشارك طبعا في المباراه ولا هو ولا اللاعبين الدوليين اللي كانوا متواجدين النهارده او اللي وصلوا النهارده، مش هيشاركوا في اول مباراه، لكن اللي وارد جدا ان هم طبعا يشاركوا في المباراه الثانيه. بالنسبه لمروان محسن بتمني مع الانبياء، اعتقد خلاص الامور بالنسبه لهم موجودين مع حسين عبد الدايم هنا. بالظبط كده، مش هيكونوا متواجدين خلاص مع عسكر الاهلي في كرواتيا بسبب التاشيرات واجراءات السفر، فبالتالي هم هيستنوا بعثة النادي الاهلي لما توصل القاهره عشان ينضموا للتدريبات الجماعيه بشكل صحيح. كل شيء ماشي بشكل كويس، الاجواء كويسه النهارده، يمكن درجات الحراره كانت مرتفعه شويه لكن مش الجو اللي يضايق يعني يا كابتن ميدو، يعني الامور عاديه خالص، يعني ممكن درجه الحراره 29 30، الشمس قويه شويه لكن الامور عاديه جدا بالنسبه للاعبين، أدوا التدريبات بشكل جيد ومميز جدا يا كابتن. تمام يا امير، يعني قول لي برنامج الفريق حتى مباراه الغد. ما فيش طبعا، خلاص بعد المران النهارده هم خلاص دلوقتي بيركبوا حتى الاتوبيس بتاعهم، هيرجعوا على فندق الاقامه،
هيبقى عندهم العشاء بتاعهم لسه هنشوف هل هيبقى في جلسه النهارده مع دكتور باتريس كارتيرون او حاجه ان هو يشرح لهم بكره الشكل هنلعب بيه ازاي. يعني من المتوقع ان يكون في جلسه دي مع اللاعبين ان شاء الله بكره. هيكون الفريق هيتغدى الساعه 1 وهيتحرك على طول باوتوبيس هيوديه سلوفينيا لمده ساعتين، يعني من كرواتيا وسلوفينيا احنا على الحدود مع سلوفينيا، فالاوتوبيس هياخد التوقيت بالضبط حوالي ساعتين بالكثير ان شاء الله يوصل مكان المباراه. الفريق هيأدي المباراه بتاعته هتكون تمام الساعه 3 مساء، ينتهي من المباراه وبعد كده يرجع مباشرة على كرواتيا وعلى مقر الإقامة الخاص ليه. ده بالنسبة للمباراة الأولى غدا. المباراة الثانية يوم 9 إن شاء الله هتبقى أيضا في سلوفينيا، لكن تم تقديم موعد المباراة تمام الساعة 4. المباراة كتاب هتخلص، الفريق هيطلع من بره من على المطار على طول بالظبط كده، مش هنرجع على فندق في كرواتيا، احنا هنعدي طبعا على كرواتيا لكن مش هنروح على الفندق على طول، هنرجع على المطار او الفريق هيروح على المطار ويتجه على طول في تمام الساعة 11 مساء للقاهرة ان شاء الله، يعني يوصل بدر يوم 10 ان شاء الله باذن الله يا كابتن. اكيد. يعني باسم علي اخباره ايه؟ باسم علي عنده زي ما احنا عارفين يعني الام في اربطه الركبه، نفس الاصابه اللي كانت عنده من الفتره الاخيره. هو يمكن كان شارك في مران واحد حتى الان في هنا في كرواتيا، والالام جات له في المران الثاني المسائي في نفس اليوم، فبالتالي هو لحد دلوقتي بيعمل بعض التدريبات التاهيليه والعلاجيه بالنسبه له، بيحاول من خلالها ان هو يلحق يرجع في التدريبات هنا في كرواتيا. لكن انا شايف النهارده سواء هو او احمد الشيخ حالتهم في تحسن مستمر، يعني حالتهم بتتحسن وده شيء مهم جدا ومميز بالنسبه لهم، ونتمنى طبعا ان هم ينضموا للتدريبات في اسرع وقت يعني ان شاء الله. اكيد اكيد. انطباع الجهاز الفني عن تجدد الاصابه الرامي؟ ما فيش اصلا خبر، ده فيش تاريخ غير صحيح بالمره يا كابتن ميدو. رامي ربيعه ما عندوش اي تجدد بالاصابه، رامي ربيعه بيواصل التأهيل بتاعه والفترة العلاجية الخاصة بيه. كده كده كان متاخد إجراء إن رامي ربيع لازم هيروح ألمانيا عشان يتم الاطمئنان على حالته، لكن الكلام المتداول إن رامي ربيع عنده قطع تاني في العضلة الضمة، لا ده كلام غير صحيح المرة. وإحنا سألنا كابتن محمد يوسف قبل المران النهاردة قال لنا مفيش كلام ده إطلاقا، رامي ربيع إن شاء الله على وشك العودة للنادي الأهلي والتدريبات مع النادي الأهلي، لكن لسه قدامه وقت بسيط جدا. لكن البعض يمكن قال عنده قطع تاني في العضلة الضمة وهيزيد 6 شهور، الكلام ده غير صحيح بالمرة. على لسان كابتن محمد يوسف قال لا رامي مفيش أي مشكلة عنده، ده إجراء طبيعي إن هو يسافر ألمانيا يتم الاطمئنان على حالته عشان إن شاء الله يدخل تدريجيا في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي في الفترة اللي هيحددها الطبيب الألماني لما يروح طبعا رامي ربيعة هناك ويطمن على حالته. هيبان الفترة هتبقى بسيطة، يعني مش فترة كبيرة، وإن شاء الله ينضم رامي ربيعة لتدريباته، أحد اللاعبين المهمين جدا بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة للجهاز الفني اللي على دراية تامة بإمكانيات رامي ربيعة سواء مستر باتريس كارتيرون أو كابتن محمد يوسف. يعني أمير شكرا جدا جدا على كل التوضيحات وكل التفصيلات انت بتفصلها لنا دايما، وكل كبيرة وصغيرة بتقولها لنا في تدريب النادي الأهلي في معسكره ان شاء الله اللي هيبقى ناجح جدا. شكرا جدا أمير هشام مراسلنا الدينامو بصراحة، وشغال على احسن ما يكون. انا اتعمدت ان انا اسال على رامي وتعمدت ان انا اقول له اصابته المتجدده، عشان يا جماعه الاشاعات اللي بتطلع ومش عايزين نصدق اي حاجه، رامي ما فيهوش اي حاجه، لا قطع في الاماميه ولا في الضمه ولا في الخلفيه ولا في الكلام ده خالص، رامي ماشي في طريقه ان شاء الله للعوده بعد التاهيل. يعني ابرز ما قال امير ان كالتيرون اجل التمرين ساعه عشان اللعيبه اللي جايه من السفر النهارده، ده خليك تعرف ان الراجل ده بيهتم بادق التفاصيل. يعني اللعيبه كان ممكن ينزلوا في التمرين في ميعادهم عادي مفيش مشكله، جم قعدوا شويه وكلوا حاجه ويلا بينا ننزل التمرين، لكن على قد ما قدر ان هو ياجل التمرين بما لا يضر التمرين او وقته او الوقت اللي متعود عليه اللعيبه في التمرين وقته معين، وان هو كمان يحاول يريح اللعيبه اللي سافروا النهارده او وصلوا النهارده على قد ما يقدر. فدي حاجه تطمنك ان هو مش سايب اي حاجه خالص. بحاول اجيب لكم امير في كل مناسبه او في كل برنامج احنا بنطلع فيه كل يوم علشان نعيشكم في جو المعسكر، وان شاء الله يكون معانا في كل وقت عشان تعيشوا مع معسكر فريق النادي الاهلي بكره في مباراه زي ما قال لنا امير مع اولمبيا. ان شاء الله تكون مباراه يطلع بيها الجهاز الفني بالهدف اللي هو عايزه. ان شاء الله يوم 9 برضو في مباراه مع فريق روسي، بعديها يطلع الفريق على المطار مباشره زي ما قال امير هشام للعوده الى مصر. بعد العوده يبقى في مباراه وديه قبل لقاء تاونشيب الهام، هام جدا جدا جدا. طيب نطلع من معسكر الاهلي. عايز اقول لكم ان في برنامج تدريبي بيخوضه الثلاثي
مروان محسن وبكماني واحمد حمدي، بيشرف عليه حسين عبد الدايم. عرفته طبعا من امير ان مروان وباكا ما عرفوش يسافروا عشان التاشيرات الخاصه بيهم، واحمد حمدي عشان العقاب اللي وقعوا عليه باتريس كارتيرون. عشان كده حسين عبد الدايم بيعمل لهم برنامج تاهيلي علشان يقفوا على الحاله البدنيه بتاعتهم ويكونوا في معدلات اللياقه بتاع البدنيه اللي مطلوبه منهم مع معسكر الفريق. هرجع لاخبار الاهلي تاني، لكن اقول لكم على اخبار الناشئين في النادي الاهلي واختبارات الناشئين المقامه في فرع مدينه نصر. اختبارات بالملايين بالملايين، كل اولياء الامور يعني نعرف من كده ان الناس بتروح للنادي الاهلي بس، ومش هتروح غير النادي الاهلي بس. اختبارات بالملايين من الناشئين والبراعم واولياء الامور اللي بيحرصوا ان اولادهم يرتدوا فانيله النادي الاهلي فقط لا غير. يعني في معايير معينه واعتبارات معينه بيحطها كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي مع المساعدين بتوعه لاختيار الناشئين او انتقاء الناشئين، واكيد طلعوا مواهب كثيره من الاعداد الغفيره اللي بتروح النادي الاهلي. عشان نعرف تفاصيل اكتر تعالوا نشوف هذا التقرير مع الكابتن فتحي مبروك واحمد سمير والكابتن جمال السيد، ونرجع لحضراتكم على طول. طول عمر حياتي حتى بعد ما اعتزلت بعشق الملعب ما احبش قعده المكاتب، لان اولا واخيرا انا فني يعني مش اداري ولا لا، انا فني، ودي حاجات يمكن احنا بنحاول بقدر الامكان ان انا حتى بنزل امر على الملاعب. احتمال عينيا طولت حد، وبنتفق مع المدرب اللي ماسك المجموعه دي، بنتفق وبنشوف راي بعض وراي الاغلبيه طبعا، الناس اللي قاعده المدربين اللي قاعدين اربعه خمسه برضو في كل لجنه، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا يبقى تقييم اللعيبه على اسس زي ما قلت لكم معايير موضوعيه. وانا ببقى مبسوط قوي ان ممكن يبقى في حتى في اختلاف وجهات نظر، ولكن بنقنع بعض ان اللعيب ده كويس، في معايير كويسه، ممكن يكون جسمانيا كويس، ممكن يكون مهاريا كويس، واحنا بنحاول نبقى في دمج بين العنصرين، عنصر طبعا المهاري والعنصر ايضا الجسم، لان طبيعه كره القدم دلوقتي محتاجه برضو محتاجه جسم وقوه وسرعه، فبنحتاج برضو المعايير دي بتخش في حسبان او تركيز الاجهزه الفنيه. الحمد لله احنا عاملين الاختبار بشكل كويس طبعا، والناس كلها شايفه التنظيم وقد ايه بنتعب، واحنا طبعا في نفس الوقت برضو بنشفق على اللعيبه واولياء الامور، واحنا كمدربين طبعا الوقت بيبقى صعب شويه، وكل ما بتخش طبعا بتدخل على الساعه 1 او الساعه 2 3 الجو صعب شويه، بس احنا طبعا احنا جايين عشان نخدم الناس ونخدم النادي الاهلي، ان كل واحد ياخد حقه في الاختبار. بنعمله الاختبار طبعا بحياديه تامه، ان الولد ما فيش لعيب يقدر يفلت مننا ان شاء الله باذن الله. اللجنه طبعا كابتن فتحي مبروك طبعا وكمدير قطاع ناشئين، واحنا طبعا مساعدين معاه، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نركز مع اللعيبه الموهوبين اللي هم ممكن يفيدوا النادي الاهلي في الموسم الجديد للاختبارات. يمكن دي تاني مره نسجل مع حضرتك، وحضرتك شايف ان في تعب جامد جدا وجو وحش، مشقه بالنسبه للمدربين كلهم، لكن ان شاء الله يبقى الامور احسن ان شاء الله، ويبقى في اختيارات كويسه تناسب الفرق عندنا السنه دي ان شاء الله باذن الله. اول يوم وثاني يوم وثالث يوم كان السن الصغير 2006 2007 2008 2009 اعداد كبيره جدا، يعني يمكن الثلاث ايام دول يمكن تجاوزوا 5000 او 6000 لاعب، ظهر منها مواهب جميله يعني مواهب كتير في السن الصغير في 2009 و2010 و2007 و2008 ما شاء الله، يعني حاجات مبشره لدرجه ان في اولاد من اول اختبار اتخذوا يعني اتصلوا بولي الامر وجي ووقع الاستمارات، فمواهب كتيره. بالنسبه للمراحل السنيه الثانيه اللي احنا بدأنا فيها من يوم الثلاث، هنستمر فيها 3 و4 و5 مواليد 2002 و2003 و2004 و2005. انت عارف اعداد كبيره برده جدا، بس في السن دوت برده بتبقى المواهب قليله، يعني احنا بنحاول نتعب معاهم. فالكابتن فتحي حاطط لنا مقاييس، وكابتن تامر حفني وكابتن جمال السيد مع المدربين عامه، بنبدا الاول نبص في السن الكبير ده على الناحيه المهاريه، بنبص على الناحيه البدنيه، بنبص على شخصيه اللاعب في الملعب، طريقه الوقوف، طريقه التمركز بتاعه. ممكن
الكرة ما بتجلوش، بس من مجرد جري او من مجرد باص يعني بيتم اختياره. اعمار كل ما تكون صغيره فرصتها بتبقى افضل هنا عندنا في النادي، 2009 2010 2008 2007، لكن الاعمار كل ما بتزيد كل ما الموضوع بيبقى صعب، لانك بتبتدي في الاخر في التصفيات النهائيه تقارنه باللعيبه اللي عندك. لو ما كانش اللعيب قريب من المستوى اللي عندك، مستوى الثاني حتى اللي عندك او البديل اللي عندك، فانت هتاخده ليه؟ فالموضوع بيبقى صعب بالنسبه للعيب عنده مثلا 16 سنه 15 سنه جاي اختبارات بيتقارن باللعيب اللي عندك، وانت في النادي الاهلي عايز لعيب مميز، مش عايز لعيب في لعيبه كويس، لكن انت عايز لعيب مميز في النادي الاهلي. بنشتغل من 7 الصبح لغايه الساعه 3 العصر. يمكن طبعا اللعيبه طبعا في مصر كلها يمكن امنيه حياتها تخش تلعب في فرق النادي الاهلي في قطاع ناشئين. يمكن احنا على اكمل وجه يمكن دايما مصحصحين ومتنبهين ان ما فيش موهبه حتى تعدي كده من غير ما ان شاء الله تبقى موجوده ان شاء الله عندنا. احنا تحت خدمه النادي الاهلي وخدمه الاولاد اللي جايين الاختبارات وخدمه اولاد الاعضاء والاعضاء وخدمه وزمايلنا هنا عاملين مجهود جامد بصراحه ربنا، والمدربين والجهاز والكابتن فتحي والكابتن اكرامي والكابتن جمال والكابتن تامر وجميع جميع المدربين قايمين على اكمل وجه. حضراتكم من جديد، حضراتكم شفتوا التقرير عن قطاع الناشئين، شفتوا الكابتن فتحي مبروك والكابتن تامر حفني والكابتن جمال السيد بيتكلموا قد ايه الموضوع هو متعب جدا عشان درجه حراره الجو مرتفعه جدا، لكن كله بيشتغل علشان يطلع احسن العناصر المتواجده حاليا في اختبارات النادي الاهلي. عايز اقول لكم كمان يعني اللي عدم الاختبارات يعني ربنا ما كرموش، في اكاديميه نادي الاهلي موجوده علشان تعيد اكتشاف الحاجات اللي يعني انتوا عارفين مثلا بقى في 100 لعيب معروضين عليا انا كمدرب، فمش هاخد ال 100 لعيب، اكيد هاخد مثلا 20 لعيب. في لعيبه بتتظلم، في لعيبه بتتظلم طبعا. في اكاديميات نادي الاهلي بيروح اللعيب يشوف نفسه في اكاديميه نادي الاهلي، لو كويس طبعا هيقبلوه الكابتن خالد بيبو مدير الاكاديميات ومعاه كوكبه من النجوم ماسكه الاكاديميات مدربين على مستوى عالي جدا، بيشوفوا النجوم دي تاني وبيرجعوا لما يشوفوا النجوم دي تاني ممكن مستواهم يلعبهم في النادي بيودوهم النادي بسرعه جدا. فعشان كمان نشوف او نعرف اكتر عن اكاديميات نادي الاهلي بقيادة النجم خالد بيبو، تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم على طول. أنا سعيد إن أنا موجود معاكم النهاردة، وسعيد إن أنا موجود في بيتي النادي الأهلي، وسعيد طبعا أنا موجود في قناة النادي الأهلي طبعا، وبداية الأكاديمية طبعا إحنا بنبدأ فرع، إحنا هنا النهاردة موجودين في وإن شاء الله يوم السبت الشيخ زايد هنبدأ، ويوم الاثنين إن شاء الله مدينة مصر. طبعا احنا عاملين الترتيبة دي كلها عشان يبقى كل واحد أخذ حقه في الافتتاح بشكل كويس جدا، وإحنا شايفين الشغل قدام عينينا ونرتب الشغل. طبعا هيحصل كده في البداية زحمة وأولياء الأمور طبعا مستعجلين عشان اللبس والكلام ده كله، طبعا احنا مخضرينه وده طبيعي. الحمد لله النهارده بدايه موفقه للاكاديميه، هيعدي ان شاء الله اسبوع اسبوعين هتلاقي كل ولد بعد كده عارف مكانه في الملعب وعارف شغله في الملعب. طبعا عندنا شغل مع سن صغير جدا 4 سنين، ده شغل مش سهل، يعني ان انت تبتدي تشتغل مع الولد وتحفظه زي ما انت سامع كده، ولد صغير 4 سنين عايز التمرين مش عايز التمرين وعايز يلعب كوره، فده طبعا سن. انا مبسوط جدا بالشغل مع الولد ومبسوط جدا بالبدايه، ان شاء الله كمان يعني تكونوا موجودين معانا في شيخ زايد او ومدينه نصر هتشوفوا حاجه كويسه. الحمد لله عندنا اعداد كبيره جدا ويعني بدايه موفقه جدا بالنسبه لنا، محتاجين ان احنا نشتغل اكتر من كده كمان شويه في الفتره اللي جايه دي. اتمنى طبعا ان احنا السنه دي يعني يبقى موسم جيد وربنا يكرم يعني ان شاء الله. فرع الاطميه من ضمن الفروع المهمه او الهامه في اكاديميه النادي الاهلي، ده ثالث سيزون بالنسبه لنا ما شاء الله، ترتيبنا ما بين الفروع ده ثالث فرع بعد اهلي مدينه نصر او اكاديميه النادي الاهلي مدينه نصر واهلي
شيخ زايد. الأعداد ما شاء الله في الزياد، المواهب ما شاء الله مع الوقت بتزيد. الهدف الأساسي لأكاديمية النادي الأهلي اللي هو أن يبقى في قاعدة عريضة من الأكاديميات تمد قطاع الناشئين باللاعبين. الهدف الحمد لله بيتحقق مع الوقت. مش هقول لحضرتك أن كم ولد طلع قطاع أو بقى في الأكاديمية، بس هي الفكرة أن إحنا شغالين على الكيف مش على الكم. كابتن خالد بيبو مهتم اهتمام كبير بفرع القطامية. الحقيقة بيمدوا الفرع بكل حاجة، يعني مش بخلينين على الفرع بأي حاجة. كل الدعم موجود الحمد لله. احنا هنا من الساعة 4 والكابتن عبد النبي عاشور معانا والكابتن خالد، من الساعة 4 بيبقى تجهيز الملعب، تجهيز الأولاد، تسليم اللبس، الحاجات دي بتبقى حاجات إدارية. بعد كده بننزل نشوف إذا كان مثلا في لعيب قديم، في لعيب بيبقى لسه جاي جديد، بنعمل مثلا اللعيب اللي جاي جديد بنعمل له عملية اختبار أو انتقاء، مثلا بنشوف الصفات البدنية بتاعته، بنشوف الصفات المهارية بتاعته، بعد كده بنبتدي نعمل له برنامج مخصص ونبتدي نحدد له هيجي مثلا مع الوحدة، مثلا الوحدة الأولى ناس الوحدة الثانية، بنشوف مثلا المميزين لوحدهم واللي هم لسه هيتعلموا لوحدهم، لأن حضرتك دي أكاديمية، دي تعليم مش قطاع. ده احنا بنعلم بالظبط زي الالف وبيه بالظبط، زي لسه واحد داخل مدرسه وبيتعلم الف وبيه. اول حاجه طبعا لازم احبب الولد في اللعبه اللي هو عايز يجي يمارسها اللي هو بيحبها، ما اكرهوش فيها، ما اخوفوش منها، لازم احببه فيها الاول. فبيجي لي الولد بشوف طبعا هو نفسيته انهي، يعني يتقبل انهي وضع، الوضع اللي هو اللي يجي بال يعني بالراحه وافهمه واحده واحده، ولا بالوضع اللي هو في اولاد تيجي مثلا بالشد شويه. فطبعا ما ينفعش، لازم اشوف الاول نفسيه اللعيب اللي جاي لي الاول، وعلى هذا الاساس بقى ابتدي ايه ابني عليه التعامل اللي هيبقى بعد كده ان شاء الله. بدايه الموسم بتبقى صعبه، تجهيزات ملاعب، كور، برامج فنيه، فبتبقى دايما البدايه بتبقى صعبه. فاحنا النهارده طبعا موجودين من الساعه 3 عشان نبدا الساعه 6. الحمد لله ظبطنا الدنيا، الامور ماشيه الحمد لله كويس اول يوم. طبعا المشاكل الاولانيه اللي طبعا الناس بتاخر على ميعادها، لسه حسام لبس، لسه الواد تعليمات بدايه الموسم بالنسبه له لسه اول مره، فدي كلها بالنسبه لنا حاجه عاديه يعني متعودين عليها. بعد كده العجله هتلف، يعني اول اسبوع الواد يفهم احنا ايه بالنسبه للشغل، النادي الاهلي ايه بالنسبه للشغل، فالامور ان شاء الله تمشي كويس وهتبقى الموسم ان شاء الله. يعني النهارده فرع القطامية اول فرع بالنسبه لنا، فان شاء الله الاسبوع الجاي عندنا يوم السبت والحد عندنا الشيخ زايد، ويوم الاثنين والثلاث عندنا مدينة نصر، فربنا يسهل ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. شفتوا الشكل العام لاكاديميات النادي الاهلي، قلت لحضراتكم اللي ما وافقش في اختبارات النادي الاهلي يروح الاكاديميه، ممكن يلاقي فرصه وفرصه كبيره هناك، والاكاديميه نفس سيستم النادي بالظبط، بس بيعيدوا اكتشاف اللعيبه اللي ما تشافوش كويس او اللي ما لقوش فرصه في النادي الاهلي لوجود عناصر، مش هقول احسن منهم، لوجود عناصر يعني بانت اكتر منهم، لكن الاكاديميه موجوده. خالد بيبو، عارفين خالد بيبو طبعا اسم كبير في الكوره، معاه كوكبه من النجوم زي ما قلت لحضراتكم، ان شاء الله اكاديميه تتوج بالنجاح. حط اللوجو بتاع النادي الاهلي في اي مكان هتلاقي ملايين الملايين فيه، شيل اللوجو بتاع النادي الاهلي من اي مكان مش هتلاقي حد خالص فيه، هو ده القيمه الكبيره للنادي الاهلي. طيب قبل ما نبعد عن اخبار النادي الاهلي، تعالوا نشوف كده فيديو للكابتن الخطيب ومجلس ادارته الموقر في تنفيذ برنامج عائله الاهلي، نشوفه مع حضراتكم. العيله والاسره وبفضل الله وبيها بنقوي على كل ظروف. فيديو قدام حضراتكم تشوفوا مجلس الإدارة في إطار تنفيذ برنامج عائلة الأهلي، ده كان إحياء ذكرى الشهداء. إحنا حاولنا نجمع لقطات وليس كل اللقطات، يعني حاولنا نجمع أهم اللقطات دي، تكريم الرموز في كل اللعبات الرياضية، المؤتمر اللي عمله الكابتن محمود الخطيب، وكان مؤتمر عالمي
وقلت لكم في هذا المؤتمر كنت انا برضو اللي معاكم هنا في الاستوديو وقلت لكم ان الكابتن محمود الخطيب بيجسد شخصيه النادي الاهلي الحقيقيه في هذا الشخص. تكريم كابتن عادل الهيكل ايضا رمز كبير من رموز الكره في النادي الاهلي، وكابتن الخطيب معايا راح له لعدم قدرته على الحضور لهذا المؤتمر. ايضا كابتن ميمي عبد الحميد ده كان مدرب الكابتن الخطيب، كابتن الخطيب راح له البيت. شايفين مدى التأثر، كان حاجة بصراحة يعني أثر فينا كلنا الكابتن ميم. أيضا كان استقبال حافل سيادة المحافظ محافظ القاهرة مع كابتن محمود الخطيب، طبعا قدام كابتن محمد مرجان، سيد العم الفاروق، كل أعضاء مجلس إدارة الأهلي الموقرين. تراخيص المشروعات الجديدة من محافظة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون مع القوات المسلحة في تنفيذ مشروعات النادي الأهلي في جميع فروعه، ودايما بيروح ليها الكابتن محمود الخطيب. أنا بقول لكم الأحداث اللي بتحصل بالفعل أو اللي حصلت بالفعل. جهاز بينفذ بسرعة جدا وملتزم بمواعيده، وده اللي عايزه النادي الأهلي أنه ينجز مشاريعه في أقل وقت. دي زيارة أرض التجمع الخامس اللي تم استبدالها بأرض صالحة. عارفين كان في مشكلة في الأرض ما كانتش تنفع يتبني عليها حاجة، عشان كده استبدلوها بأرض صالحة للبناء. دي برزنتيشن الراعي الرسمي للنادي الأهلي البث التلفزيوني، تعيين كوادر جديدة في النادي الأهلي، محمد فضل وحسام غالي نجوم كبيرة جدا جدا، بتمنى لهم أنا شخصيا التوفيق. كابتن عادل عبد الرحمن ومعهم الدينامو سمير عدلي وباتريس كالتيرون المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، إن شاء الله كل النجاحات مع هذا المدير الفني الفرنسي باتريس كالتيرون. محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة والمدرب العام، ليندمان معشوق الجماهير الأهلوية مش غريب عليكو، الهولندي ليندمان مع حسين عبد الدايم المساعد بتاعه، طبعا حاجة إضافة كبيرة جدا. والأهلي ينظم بطولة السفارات الدولية، كانت بطولة ناجحة جدا، كانت فرع الشيخ زايد، السفارات كلها كانت يعني دورة كانت بتشارك فيها جميع السفارات، وكانت دورة مكللة بالنجاح. مقر النادي بالجزيرة استكمال تشطيب مباني الصالونات الجديد، كله بيشوف شغله وبس، كله بيشتغل وبس، مفيش حد غير ان هو بيشتغل، مفيش حد فاضي ان هو يرد على اي انتقادات، احنا بنشتغل وبس. وده شعار الكابتن محمود الخطيب ومجلسه الموقر. مقر النادي بالجزيرة شاشات عملاقة لخدمة الأعضاء، كل حاجة لخدمة الأعضاء، جمعية عمومية وخدمة الجماهير أيضا العادية للنادي الأهلي. مقر النادي بالجزيرة قاعد بناء الأسوار، اللي قلت لكم من شوية أو منذ قليل إن النادي الأهلي تعاقد مع جهاز تنفيذ المشروعات بالقوات المسلحة لتنفيذ مشروعات النادي الأهلي، حمام سباحة الأعضاء، حمام أمواج صناعية، حمام سباحة الأطفال، ده فرع مدينة نصر. وده اللي كان في زيارته منذ أو قريب جدا الكابتن محمود الخطيب، وشدد على استكمال المشروعات بسرعة جدا مع أعلى الجودة. تكييف صالة الكاراتيه أو صالة الكاراتيه فرع مدينة نصر كان بيطالب بها الأعضاء قبل تولي كابتن محمود الخطيب مسؤولية الإدارة ومسؤولية رئاسة النادي الأهلي. مناطق جلوس الأعضاء، مناطق حمامات، مناطق مطاعم، هتشوفوا طفرة كبيرة جدا. دي أسوار مدينة نصر جاري العمل فيها، يعني أنا سايبكم تتفرجوا أكتر ما أنا أتكلم بصراحة. إعادة بنائها، إعادة البناء، ده فرع الشيخ زايد أيضا، شاشات عملاقة للأعضاء قدام حضراتكم، تكريم الأبطال في فرق النشاط الرياضي، بطلات النادي الأهلي وأبطال النادي الأهلي. ده مجلس إدارة النادي الأهلي الموقر قدام حضراتكم مع المدير التنفيذي للنادي الأهلي كابتن محمد مرجان، واجتماعات مكثفة لإعداد مشروع لائحة النظام الأساسي اللي اتكلمنا فيها كتير جدا، بدل من اللائحة الاسترشادية اللي ماشي عليها النادي الأهلي لظروف استثنائية جدا. إن شاء الله قريب قوي هنشوف اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، تطوير لوائح النشاط الرياضي كابتن محمود الخطيب، تفعيل دور لجنة الاستثمار بالنادي الأهلي، كل اللجان بصراحة كابتن محمود الخطيب مهتم بيها اهتمام بالغ.
دي اللجان اللي انا بكلم حضراتكم عليها، اللجان المعاونه وتفعيل دورها لخدمه الاعضاء دائما في النادي الاهلي. لجنه المراه من ضمن هذه اللجان قدام حضراتكم، لجنه الشباب، كابتن محمود الخطيب، لجنه الرواد، كابتن محمود الخطيب يعني بيجمع بين كل حاجه، رواد وشباب ومراه. طلب منهم تقرير شهري او تقرير كل 3 أشهر، دي توفير طبعا الكشف والعلاج بمجان لاعضاء النادي من فيروس سي. تنظيم بطولتي افريقيا للكره الطائره رجال وسيدات والفوز باللقبين. انا مش عارف بصراحه يعني حاجه حضراتكم شايفين. الفوز ببطولة أفريقيا لكرة اليد رجال، متابعة مستمرة للمشروعات المختلفة في فرع الشيخ زايد، دي اللي بنعرضها دايما أو بنعرض لحضراتكم على طول كل الزيارات التفقدية اللي بيقوم بها الكابتن محمود الخطيب في فروع النادي الثلاثة، مشاركة الأسر والأعضاء في مناسباتهم المختلفة أكيد برضو طبعا. وفضيلة المفتي في ضيافة النادي الأهلي. توقيع بروتوكول تعاون مع السفارة الأسبانية. ده احتفال النادي الأهلي بالنجمة الرابعة. كان احتفال ولا أروع نجوم النادي الأهلي مع الأسطورة الكروية محمود الخطيب قبل ما يكون رئيس النادي الأهلي. قدام حضراتكم نجوم النادي الأهلي الكبار، عم حنفي، دول حبايبنا، دول بقى حبيب يا عم حارس، هو ضحكة جميلة بقى يكون النادي الأهلي عم حارس. أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الموقرين، كل الأعضاء، دكتورة رانيا علواني، صورة جميلة جدا لنجوم النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي. وده الانشاءات فرع الأكاديمية الأهلي بالإمارات. كابتن محمد مرجان طبعا عارفين أكاديمية الأهلي بالإمارات برضو أكاديمية كبيرة جدا، تطوير قناة النادي الأهلي إن شاء الله تشوفوا كل حاجة جديدة إن شاء الله. عارفين طبعا دكتور خالد رئيس القناة الجديد، يعني إن شاء الله تشوفوا حاجات تليق بجماهير النادي الأهلي إن شاء الله. الجهاز الفني الجديد في المؤتمر، والأهلي يستقبل وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف. ده كان فيديو يعني قليل جدا على اللي عمله الكابتن خطيب ومجلسه الموقر في إطار تنفيذ برنامج عائلة الأهلي. حبينا نعرضه لحضراتكم عشان تعرفوا العمل ماشي ازاي، بنجمع لقطات، كله شغال وبس. مش عايز اتكلم كتير بصراحة، لكن لازم الجماهير الأهلوية والجماهير الأهلوية متطمنة. الجماهير الأهلوية أحسن حاجة، يعني أحسن حاجة بتحصل فعلا دلوقتي من زمان قوي. الجماهير الأهلوية ما اتجمعتش، ما اتجمعناش كلنا بالطريقة الجميلة دي في ظهر النادي الاهلي زي الايام دي، واكيد حضراتكم عارفين، مش لازم يعني اطول في الكلام. الجماهير الاهلاويه كلها دلوقتي مفيش اي حد بيتكلم في اي حاجه غير ان احنا كلنا في ظهر النادي الاهلي، غير ان احنا كلنا عاشقين وهنموت عشان النادي الاهلي. هو ده دلوقتي شعار الجماهير الاهلاويه كلها المحبه والمخلصه للنادي وابناء النادي في كل مكان، حتى الجماهير جماهير ابناء شرعيين جدا جدا للنادي الاهلي كمان، عشان كده هم في ظهر النادي الاهلي وكله ملتف دلوقتي حول النادي الاهلي وبس. النادي الاهلي يا جماعه تقلقوش خالص، تقلقوش خالص خالص عن النادي الاهلي طول ما فيه ناس بتحبه وبتعشقه، وخصوصا يعني الكابتن الكبير الاسطوره الكابتن محمود الخطيب، معشوق الجماهير كلها
في الوطن العربي كله وفي أفريقيا كمان قبل ما يكون رئيس النادي الأهلي تحديدا. ده كان فيديو صغير جدا لما تم إنجازه من برنامج عائلة النادي الأهلي. عايز أقول لكم أخبار بسرعة قبل ما أستقبل ضيفي الكريم. الأهلي خلاص إحنا قلنا يقدم موعد عودته للقاهرة 24 ساعة. يوسف يعدد أهداف معسكر كرواتيا ويشيد بالتزام لعيب الأهلي، وقال في كلامه أو في سياق كلامه إن الالتزام ده مش غريب عن لعيبة النادي الأهلي، ولعيبة النادي الأهلي دايما عند حسن ظن الجماهير كلها، وإن لعيبة الأهلي ملتزمين التزام كبير جدا في المعسكر، وإن شاء الله يطلعوا بأهداف هذا المعسكر مع الفرنسي باتريس كالتيرون. أضاف إن الفريق هيخوض مباراته بكرة إن شاء الله أمام أولمبيا السلفيني، فرصة جيدة للوقوف على مستوى أداء اللاعبين ودرجة استيعابهم لفكر كالتيرون. ده كلام محمد يوسف، أشاد بالسلوك الانضباطي زي ما قلت لحضراتكم، وقال كمان إن باتريس كالتيرون يحرص على الحديث مع اللاعبين قبل بداية الترتيبات، ودي ظاهرة صحية جدا 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 إنه يقعد مع اللعيبة ويقول لهم تدريب ده شكله إيه وهدفه إيه، ولو في تمرين صعب يفهمهم التمرين قبل ما ينزلوا أرض الملعب عشان ينزلوا أرض الملعب عارفين وفاهمين وعارفين الهدف من كل تمرين، ودي حاجة جميلة جدا جدا. دي كان الأهداف اللي عددها محمد يوسف. سموحة يعلن تمسكه بعلي ماهر ويعتذر للجبلية. علي ماهر كان مرشح لمنصب مدرب عام منتخب مصر، لكن فرج عام الرئيس نادي سموحة أعلن تمسكه بعلي ماهر وقال إن احنا عايزين ناخد بطولات ونحصد بطولات مع هذا المدرب الواعد، على حسب قول المهندس فرج عامر. وحازم إمام يواصل مفاوضاته مع المديرين الفنيين لمنتخب الفراعنة لاختيار مدرب لمنتخب الفراعنة. علاء علي بيجري عملية الرباط الصليبي نجم بتروجيت، وكنا جبنا الكابتن طارق يحيى على التليفون امبارح واتكلم كتير جدا على بتروجيت. إن شاء الله كل التوفيق وكل التمنيات بالشفاء للنجم علاء علي لاعب بتروجيت. واتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بالبحث عن ملعب بديل استاد القاهرة. مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة هاني أبو ريدة أرسل خطاب رسمي إلى الأهلي والزمالك من أجل البحث عن ملعب بديل لاستاد القاهرة. عامر حسين قال أو طلب من مسؤولي القطبين البحث عن ملعب ويختاروا به قبل قرعة مسابقة الدوري العام. مدرب الإسماعيلي بيقول تصريحات مهمة جدا لمدرب الإسماعيلي، يعني ما سمعناهاش بصراحة من المدربين المصريين. قال الحضري إضافة قوية وكوبر لا يناسب الجزائر. مضوي مدرب النادي الإسماعيلي والمدرب الجزائري قال إن فكرة تولي الأرجنتيني هيكتور كوبر قيادة محاربي الصحراء خلال المرحلة القادمة فكرة مرفوضة تماما. ده كان رأي المدرب الجزائري مدرب النادي الإسماعيلي خير الدين مضوي. قال كمان مع احترامي لكوبر شاهدنا خيبة الأمل المصرية في المونديال والمجاملات الواضحة في اختياراته وعدم سيطرته على أجواء المعسكر. واحد جزائري هو مش احنا. وأضاف أعتقد أن المنتخبات العربية لا يناسبها إلا المدربين الشباب. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا والله العظيم، يعني أنا أريه كده كلام لفت نظري قوي. يعني أضاف أن المنتخبات العربية لا يناسبها إلا المدربين الشباب الذين يكونون على دراية بالكرة الحديثة. كلام مهم جدا جدا يا جماعة، يا ريت يعني فعلا كلام مهم، يا ريت ناخد بيه المدرب الشاب دلوقتي على دراية بكل الطرق الحديثة لكرة القدم. معايا طيب اللواء علي درويش. سيادة اللواء أهلا بيك. أهلا أهلا يا كابتن، ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب. وانتوا طيبين والشعب المصري بخير ودايما منورنا كده في قناة الأهلي يا سيادة اللواء. الله يخليك. يعني لسه كنت بقول خبر ان يعني ان مطلوب من الاهلي والزمالك ان هم يدوروا على ملعب بديل لاستاد القاهره سياده اللواء. لا هو يعني ده بس عشان فتره بس صغيره بيتم حاليا احلال وتجديد في المسطح الاخضر باستاد القاهره. طبعا لكن استاد القاهره هو ملعب الاهلي والزمالك يعني على طول ودايما وانت عارف يعني فترة لغاية إن شاء الله يعني في أوائل شهر 10، وبعد كده هيعاود إن شاء الله الأندية بالكامل والأهلي والزمالك على الأخص إن شاء الله اللعب على السلقة. يعني دلوقتي الاستاد في تطوير أو في صيانة أو على حد قول حضرتك؟
ان شاء الله في تطوير المسطح الافضل ان شاء الله. طب يعني هتاخد فتره، ده احنا كنا عايزين نلعب ماتشنا ست اللواء على ملعب استاد القاهره الماتش اللي جاي. طبعا وكلنا كنا عايزين انه يلعب، بس انت عارف دي تويتات ودي شركه اجنبيه جايه من الخارج يعني. وان شاء الله الملعب هيكون في يعني ان شاء الله هيكون اول ملعب في مصر يعني بتقنيه حديثه. وبعد كده باذن الله هيستكمل ان شاء الله بقيه ماتشاته كلها وياخد البطوله الافريقيه ان شاء الله من استاد القاهره. يعني كل التوفيق لحضرتك اكيد يا فندم. يعني هتبقى الوقت قد ايه يا فندم، او الوقت المطروح قد ايه لاعاده استاد القاهره لاستقبال المباريات واستقبال الجماهير ايضا؟ ان شاء الله على اوائل شهر 10. اوائل شهر 10. تمام، كل التوفيق لحضرتك يا سياده اللواء درويش علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره. كل التوفيق لحضرتك فيما هو قادم، وان شاء الله نشوف استاد القاهره سياده اللواء علي زي ما حضرتك عايزه، زي ما كل المصريين عايزينه ان شاء الله. سياده اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره، شكرا جدا لحضرتك. يعني كان نفسنا، احنا كنا بنطالب الدنيا كلها ان الاهلي يلعب ماتشه على استاد القاهره ملعبه وبيته الشرعي، خصوصا مباراه مهمه جدا جدا تاون شيب البتسواني. لكن ماشي ماشي ان شاء الله الجمهور يروح اي استاد. واحنا كنا سمعنا ان في عدد طرحوا امن القاهره ان هو يكون موجود او متواجد في استاد برج العرب ما اعتقد، لكن ان شاء الله نزود العدد في ظل التزام جمهور نادي الاهلي بما يحدده الامن من مطالب. ان شاء الله الاستاد يملا بالجماهير الاهلاويه اللي احنا كنا كلنا في امس الحاجه لوجود هذه الجماهير في اي استاد بيمثل النادي الاهلي، خصوصا انه يمثل مصر كلها وليس النادي الاهلي فقط في بطوله كبيره جدا، بطوله افريقيا اللي بتودينا لبطوله عالميه ان شاء الله، بطوله كاس العالم للانديه. اعتقد ان دي كانت اخبارنا كلها. مش عايز يعني خليني في خبر المدرب مضوي اللي قال ان كوبر لا يناسب الكره الجزائريه، اللي قال ان المدرب الشاب هو توقيته دلوقتي ان هو يمسك الكره المحلية أو المنتخبات المحلية لاطلاعه على الوسائل الحديثة في التدريبات، ودي أهم حاجة يا جماعة. لو المدرب الكبير أهلا وسهلا بيه طالما بيورينا كورة مقنعة فنيا ومقنعة لكل الجماهير المحبة والعاشقة لكرة القدم، خصوصا كمان الفكر الجماهيري اختلف وتطور تطور شامل وعام في كل حاجة. دلوقتي الجمهور يقعد يقول لك ده المدرب ده عنده فكرة ولا ما عندوش فكرة من أول ما بيشوف المباراة. قال كمان إن الحضري حارس مخضرم سيكون إضافة لفريقي اللي هو فريق الإسماعيلي بعد رحيل محمد عواد، منوها أن الجميع شاهد مستوى الحضري المذهل على حد قوله في مباراة مصر والسعودية في كأس العالم. أيضا دخل في ترشيحات تدريب منتخب مصر، تسمعوا بقى مدربين كتيرة جدا جدا. مارتن يول مدرب الأهلي السابق، يعني دي كانت أهم أخبارنا. مش عايز أطول على حضراتكم، ناخد الفقرة دلوقتي، يعني ناخد فقرة النجم الأهلاوي، نجم الأهلاوي ومحب للنادي الأهلي وقدم الكثير القلعة الحمراء في مشواره كلاعب للنادي الأهلي أو كمدرب مع النادي الأهلي، الكابتن الكبير عماد النحاس صال وجال في ملاعب النادي الأهلي وأحصى بطولات لا تحصى ولا تعد، أو أحرز بطولات لا تحصى ولا تعد مع النادي الأهلي. كان قائد بمعنى الكلمة، كان لعيب حريف جدا. تعالوا نشوف تقرير عن عماد النحاس ونرجع لحضراتكم على طول. عماد النحاس أحد اللاعبين الموهوبين القلائل في الخط الخلفي، كان يمتاز بالثبات والحنكة في التعامل مع كرات الخصوم حتى سمي بعمدة المدافعين باعتباره كان من أبرز لاعبي جيله في مركز الليبرو، سواء في صفوف الأهلي أو الإسماعيلي أو المنتخب الوطني. عماد النحاس
من مواليد 15 فبراير 1976، أنهى مسيرته كلاعب في الأهلي واتجه إلى مجال التدريب بعد اعتزاله الكرة ليكون مجاله الجديد بعد الابتعاد عن المستطيل الأخضر. النحاس أحد نجوم الجيل الذهبي للأهلي الذي احتكر حصد الألقاب المحلية القارية برفقة محمد أبو تريكة، محمد بركات، عماد متعب، وائل جمعة وغيرهم من نجوم هذا الجيل. بات النحاس أحد الكوادر الفنية الواعدة في مجال الكرة المصرية، حقق بصمات مع غالبية الفرق التي دربها وبالأخص نادي أسوان الذي قاده للبقاء في الدوري في موسم 2014-2015 على الرغم من ضعف الإمكانات المادية المتاحة أمامه. يشتهر عماد النحاس بأخلاقه الحسنة وسيرته العطرة بين جميع من تعاملوا معه، بخلاف ثقته العالية في نفسه داخل الملعب واللعب الرجولي وعدم التهاون أمام الخصوم، قلما أن يخطئ في المهام المكلفة له. على الرغم من أن النحاس يلعب كمدافع إلا أنه سجل 8 أهداف مع الأهلي في موسم 2005-2006، 3 منهم في مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري التي انتهت ب6 أهداف من دون رد لمصلحة الأهلي، كما سجل هدفا مهاريا في نادي ريناسيمانتو الغيني في دوري أبطال إفريقيا عام 2006 التي انتهت بفوز الأهلي ب4 أهداف من دون رد. هز الشباك مرة أخرى في كأس مصر بعدما سجل هدفا ضد الزمالك في المباراة التي انتهت ب3 أهداف من دون رد لصالح الأهلي، كما أنه سجل الهدف الحاسم في ضربات الجزاء الترجيحية التي منحت الأهلي كأس السوبر الإفريقي ضد النجم الساحلي التونسي. تولى النحاس تدريب عدة فرق بدءا من العمل في قطاع الناشئين بالأهلي قبل أن يتجه للعمل في الدوري الممتاز، من أبرزها أسوان، الشرقية، الرجاء، وطنطا. حقق النحاس الدوري والكأس مع الإسماعيلي قبل إلى مسيرته العديدة من الألقاب من قلعة الجزيرة بعدما حقق دوري الأبطال مرتين والسوبر الإفريقي مرتين، الدوري المصري 5 مرات، كأس مصر مرتين، كأس السوبر المصري مرتين، برونزية كأس العالم للأندية عام 2006. عمدة الدفاع عماد النحاس. أهلا بحضرتكم من جديد. هنعلق أكيد عن النجم الكبير عماد النحاس عمدة النادي الأهلي، لكن بعد ما أطلع فاصل عشان أستقبل النجم الكبير، النجم الحريف، النجم الأهلاوي ونجم مصر، واللي خدم كتير جدا النادي الأهلي في كل المجالات خصوصا قطاع الناشئين، ونقل خبراته بره لنادي الجزيرة الإماراتي اللي بيعمل فيه حاليا كمدير فني لهذا النادي الكبير، النجم الكبير والنجم المحبوب لي أنا شخصيا ولكل الجماهير الأهلاوية، الكابتن بدر رجب. هنطلع فاصل، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني النجم الكبير، النجم اللي أنا بحبه شخصيا يعني قبل حب الجماهير الأهلاوية أكيد كلكم بتحبوه، النجم الكابتن بدر رجب والمدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي. منور الدنيا كابتن. نور الكابتن، ربنا يخليك. يعني قعدنا نتكلم في التليفون كتير جدا ما صدقت بقى مسكتك. حبيبي ربنا يخليك. عامل ايه؟ الله يكرمك. الحمد لله في نعمة كبيرة والحمد لله. يعني طمن الناس عليك، اكيد الناس كلها وحشة الكابتن بدر رجب. ده يعني هم وحشين كتير جدا، بالذات جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر بصفة عامة، وانا الحمد لله في نعمة كبيرة، وحاليا شغال في دولة الامارات الشقيقة ومسؤول عن الناشئين في قطاع نادي الجزيرة. الحمد لله عندنا قاعدة كبيرة من المدربين قبل اللعيبة، لأن تعرف عشان تعمل قاعدة لازم الأول تجهز مدربينك ثم تبتدي تبني القاعدة من تحت عن طريق اللعيبة. هتكلم أنا مش هسيبك. لازم ناخد يعني أقصى حاجة. موجود الحمد لله برضو السنة دي في الإمارات لسه موجود. اعتقد الناس مش هتفرط فيك يا كابتن.
يعني نفسي تيجي طبعا عندنا في قطاع الناشئين النادي الاهلي، واكيد كل المسؤولين يتمنوا وجود الكابتن بدر ركب، لكن اعتقد كمان ناس بيتعاملوا هناك باحترافيه شديده جدا جدا جدا، وعارفين قيمه حد زيك، حد مكتشف، حد كان بيقول من زمان قوي خلي بالكوا ده يطلع نجم، ده يطلع نجم، وهنقول اللعيبه اللي كنت بتتوقع ان هم يبقوا نجوم وبقوا نجوم بالفعل. اكيد يعني انت عارف العواطف بالذات في الدول اللي هي دول الخليج او الدول الاوروبيه، مفيش عواطف، لانك انت بتتحاسب على حسب امكانياتك وشغلك، انت بتقدم ايه عشان تفضل موجود او مش بالزبط موجود بالزبط. فالحمد لله انا بقالي كذا سنه هناك وسعيد بوجودي هناك، لان انا في دوله بتحب المصريين وبيحبونا، واحنا من جوانا بنحبهم، وانا ببذل كساره جهدي كل اللي اتعلمته وخبراتي اللي خدتها من النادي الاهلي ومن العظيم مستر كورفر اللي اشتغلت معاه، كل ده اتنقل لنادي الجزيره الاماراتي، وبالتبعيه اتنقل للمنتخبات اللي موجوده في دوله الامارات. وانا سعيد جدا باللي انا بقدمه في دوله الامارات، لان انا بعتبر نفسي واحد منهم دلوقتي، بشتغل للنادي وبشتغل بكل ما املك من جهد وكل ما املك من خبرات علميه او عمليه، بعطيها لنادي الجزيره، وببقى سعيد جدا ان انا بشوف الزرع اللي بزرعه بيطلع قدامي بيكبر قدامي، زي ما عملت كده في مصر في النادي الاهلي، النادي طبعا اللي عمل اسمي وعمل تاريخي، وكان ليا باع كبير جدا في قطاع الناشئين هنا الحمد لله، واعتقد ان انا يعني اديت اللي عليا ولسه عليا كتير للنادي الاهلي ان شاء الله باديه، ولسه عليا كتير لنادي الجزيره ان شاء الله باديه. حاجه جميله جدا، يعني حاجه جميله جدا. كابتن بدر رجب، فتره شغلك في النادي الاهلي قلت في كذا وكذا وكذا، دول نجوم كبار جدا ويستنوا. لا كابتن مدحت، احنا عملنا تجربه فريده في الشرق الاوسط كله، مش في النادي الاهلي بس. يعني كان النادي الاهلي رائد او 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 بدايات الرياده ليه في قطاع الناشئين، وبالذات في مدرسه الكوره، لان احنا بنينا القاعده تحت، كان معانا خبير عالمي مستر كورفر الله يرحمه، وكان مجموعه يعني كل المدربين اللي انت شايفهم على الساحه بالذات اللي في النادي الاهلي كلهم كانوا موجودين في مدرسه الكوره. يعني كان موجود معانا كابتن حسام البدري، كابتن اسامه عرابي، كابتن مختار، كابتن فوز سكوتي، كابتن محمود صالح، كابتن مجدي طلبه، كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد السيد، كابتن جمال السيد، مش عايز انسى حد يعني، كابتن محمد سعد، كابتن عظيمه، كابتن امين عراق، كل دول كانوا موجودين معانا في مدرسه الكوره. فالميزه ان النادي الاهلي ساعتها خد خطوه جريئه جدا ان هو يعلم مدربين، وبالتالي المدربين دول لما يتعلموا هيفيدوا القطاع، وده اللي حصل. أكيد. واحنا لغايه السنه اللي فاتت دي احنا حصدنا اخر لعيبه كنا قياده واحنا موجودين، اللي هو احمد حمدي واحمد ياسر ريان، دول اخر ناس اشتغلنا معاهم قبل ما اسافر على الامارات. فالحمد لله انا سعيد ان هم بقوا في الدرجه الاولى دلوقتي، وانا سايبهم بقالي 10 سنين. فكون ان ده يبقى موجود يبقى احنا كنا شغالين صح وواقفين على ارض صلبه كويسه. اكيد اكيد. يعني قول لي برضو ابرز النجوم. انا كان عندي كل اللي مرنتهم نجوم على فكره كابتن ميدو، انا ما مرنتش حد وحش. حلو. انا كان أنا عندي بحب، انا بحب الثقه في الكلام. لا انا بقول لك حقيقه، يعني ان انت كمدرب، انت النادي الاهلي بيجي لك ملايين ملايين، بيجي لك الملايين. كل القصه ان انت تركز بالظبط، وتبقى عندك خبرات عمليه وعلميه، مش علميه بس، لان ساعات الخبرات العلميه بتخدعك. اكيد. المواصفات سيكولوجي، فيسيولوجي، البدني، المهاري، كل ده ممكن يخدعك. أكيد. في لعيب، لكن خبراتك العمليه بالذات في الانتقاء هي اهم عنصر موجود في ان انت تختار ازاي. وقبل كده موهبه مختلفه تماما عن اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيديها للعين طبعًا، عشان يشوف ان ده يبقى لعيب ولا مش. طبعا طبعا. احنا كان كابتن ميدو الولد بيجي لنا وهو ماشي، اقول لهم الولد ده لعيب كوره، هو لسه ما اختبرش. من العشرة اللي بتشوفهم او الثمانية اللي بتشوفهم على حسب اسمه الجول اللي بتعمله، اسمه الجيم، بقول لهم الولد نمره 3 ده شكله لعيب كويس، وهو لسه ما مسكش الكوره، وفعلا بيطلع لعيب كويس، لان لعيب الكوره بالحاسه. انت بتشتغل في حاجه انت لعبتها وبتحسها وبتحبها، مش بس لعبتها وبتحسها، لكن لو ما بتحبش ممكن يفلت منك لعيبه كتير جدا. بالظبط. الحمد لله اكيد فلت مننا لعيبه، يعني احنا مش أكيد للكمال. أكيد, أكيد, اكيد طبعا. أكيد. لكن الى حد كبير جدا في النادي الاهلي لما كنا موجودين القاعده كانت كبيره جدا كابتن ميدو، وكانت متلاحقه. ده حاجه. فانا انا 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 مثلا شفت رمضان صبحي قلت ده لعيب درجه اولى من اول ما مسك الكوره، لدرجه انا ما اختبرتوش 3 دقائق، ما يعني ما خدش معايا الاختبار بتاع الربع ساعه او ال 10 دقائق اللي بندوم للعيب، يا دوب مسك الكوره وعمل كده قلت تعال خلاص انت موجود معانا. في هشام محمد، في عفروتو، في مصطفى طلعت،
هعد هتعب معاك في شبيطه، في عبد الله فاروق، في ايمن اشرف، في رامي ربيعه، في احمد حسن مكي، في شريف اشرف، في احمد سمير فرج، في عمرو الحلواني، في الباك ليفت اللي هو كان موجود اللي كان في ابنه راح الزمالك الباك ليفت قولوا معايا يا جماعه الاشول مين؟ لا مش اسامه حسن، لا لا مش اسامه الاشول الطويل ده جبته من نادي 6 اكتوبر. في محمد عبد الفتاح، محمد ناصف، في محمد عبد الفتاح، في احمد العش، في حوالي، في مصطفى عفروتو، في احمد شكري، في شهاب. يعني انا مش عايز انسى اولادي، لكن كلها لعيبه حريف. في 52 لعيب منهم 12 لعيب محترف موجودين في اوروبا. في تريزيجيه طبعا، في كهربا، مش عايز انسى اولادي يعني، في ناصر النني برضو ده من ولادي ومن ولاد النادي الاهلي. ناصر اللي هو كان بابا، اللي هو كان محمد ناصر ابوه برضو كان لعيب كويس، كان على فكره قوي 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 على فكره. ومحمد ناصر النني طبعا ما انساهوش. اللي ما عداش عليا محمد صلاح اللي هو شرف لينا وكل وشرف لكل المصريين، ده ما عداش عليا يعني، ما فلتش مني، ما جاش هو كان في مقاولين طنطا والنادي المقاولين اخده من مقاولين طنطا، ده الوحيد اللي اقول لك على واحد مش فلت يعني ما خلص. محمد ابراهيم لاعب نادي الزمالك، محمد ابراهيم جالي في نادي الاهلي وكان لسه صغير وكان ماضي في نادي الكروم. انا فاكر هو من كفر الزيات او من كفر الشيخ حاجه زي كده، وبعدين شفته حوالي دقيقتين ثلاثه نفس قصه رمضان كده لعيب كوره، فقلت له انت بتلعب في نادي؟ قال لي لا يا كابتن انا ما بلعبش. قلت له انت بتلعب في نادي قول لي وانا هخلصك. فقال لي انا بلعب في الكروم. فقلت له خلص نفسك انت يا ابني، انت معانا في النادي الاهلي، لكن لو احنا دخلنا هيطلبوا فلوس ودلعيبه، انا ما بدفعش فلوس في مدرسه الكوره لان عندي لعيبه زيك يعني نفس المستوى، لكن انت ممكن تبقى موجود في النادي الاهلي. فده من ضمن اللعيبه برده، مش هقول فلتوا، الزمالك خلصوا يعني. كل الاسماء اللي قلتها لي لعيبه كوره. خلي بالك يعني انا بقول ايه ليه لعيبه كوره للكابتن بدر رجب، لان كل اسماء لو حضراتكم تتذكروها تاني، مش عارف عفروتو، محمد ابراهيم، مش عارف ومين ومين، كلهم لعيبه كوره، حريفه كوره، غير لعيب مؤدي، غير لعيب اللي هو الروح بتاع، لا دول لعيبه كوره حريفه كوره. انا هقول لك كابتن ميدو حاجه غريبه جدا، احنا كنا بنمرن المدافع زي المهاجم بالظبط، ودي فكره خدناها جديده من مستر كورفر. كمان كنا مصريين مستعجلين، وانا كنت احد المستعجلين يعني قبل ما اتعلم من الخبير العالمي مستر كورفر واخد الشغل ده وابتدي اطوره بقى بفكري انا يعني، واضيف عليه حاجات واشوف ايه ممكن يفيد. وده حصل بعد ما مشي مستر كورفر، انا اشتغلت 5 سنين لوحدي مدير فني مدرسه الكوره، وكان ليا باع كبير جدا في اللعيبه اللي طلعت دي الحمد لله، انا وزمايلي يعني، انا ومحمد السيد وجمال والناس اللي اشتغلوا معايا، مش انا لوحدي بس يعني. لكن هحكي لك قصه، ان انت بتقول كلهم حريفه، الخواجه او احنا كنا مصممين ما كناش فاهمين ان الراجل بيعمل كده لغرض معين في نفسه، وهو ان الباك ده ممكن في مباراه يبقى الكوره تيجي مكان الفيرويد، مكان الفيرويد، فما يقدرش يلعبها. والله انت بتطمني على نفسي، انا كنت كنت بعمل كده في ام وكان الخواجه يقول لك ايه، ممكن هو ده اللي كسبنا. فاذا ما بقاش عنده السنس ان يتعامل مع الكوره في المناطق دي، يتحرك ازاي ويقدر يبقى عنده موهبه في التعامل مع الكوره داخل ال 18 بالظبط، مش ما هو زي ما هيجيب ممكن يطلع يجيب فيه جول، يجي فينا جول، يجي فينا جول لو هو ما عندوش سنس بالظبط. فكان بيمرن المدافع زي المهاجم يعني. انا لما اجيب لك المدافعين، ايمن اشرف مدافع ذكر موهوب مهاري سريع بالظبط، شويط لعيب كوره، هداف لعيب كوره. رامي ربيعه مدافع، بالمناسبه هشام محمد كان بيلعب معايا ليبرو، وقلت له انت لما تكبر هتلعب في نص الملعب، لان كان عنده فكر ووعي غير عادي سابق كل زمايله لسه لغايه دلوقتي. ولغايه دلوقتي حاجه عظيمه في الكوره يعني. احنا اما نعوز نستنسخ حسام غالي يبقى هشام محمد في النادي الاهلي. انا بقول معلومه هيك، يمكن اتمنى ان زمايلي ياخدوا بالهم منها، هشام محمد لو لعب مش هيقل عن، مع احترامي الكبير للهرم الرابع بتاعنا كابتن حسام غالي من اعظم اللعيبه اللي جت في نص الملعب، هشام محمد، العش، احمد العش، محمد عبد الفتاح، هتلاقي عندهم ميزات مهاريه. ليه؟ لان الباكه ما بيبقى مهاري يا كابتن ميدو وانت عارف ولعبت، ما بترقص سهل وبيدافع في اكثر الطرق وفي اقل وقت وفي اقل زمن، ما بيهدرش نواحي بدنيه عشان يقطع الكوره، لان انت لما بتيجي عليا وانا لعيب حريف باك حريف بقطع منك سهل، ما بستنفذش من قوتي ولا من مخزوني البدني
ولا من تفكيري الذهني ان انت تتعبني كلاعب جاي عليا. انا اريك بدري قوي لان انت اللي جاي تشتغل عليا ده انا اصلا بشتغله بالظبط. فانت مش هتبيع ميه في حاره السقايين بالظبط. فده اللي احنا كنا شغالين عليه. بالتالي لاعبتنا الحمد لله حتى اللي خرجوا بره النادي الاهلي محمد طارق ابو العز ومحمد طارق اللي هو في بتروجيت لعيبه كتير جدا مش عايز انسى اسماء يمتلكوا النوايا اللي كان في المصري في باك ليفت مش فاكر اسمه برده كان موجود معايا كلهم يمتلكوا النواحي المهاريه واحنا كان اختياراتنا على كده يعني كان اخر حاجه مفكر فيها الجسم وانه يكسبني بطوله طبيعي. ومع ذلك مش هنا في خط متوازي ما بين ان انت تعمل لعيب وان انت تاخد بطولات ما خسرناش بطوله اللي كان بيتعادل معانا كان بيصلي ركعتين شكر اما كنا موجودين دي حقيقه دي يعني حقيقه واللي يخسر خمسه ده اتنجد مش المكسب انا ما بلعبش عشان المكسب في السن ده لكن انا بزرع جوه اللعيب بتاعي هو يكسبك ليه هو احسن منك في ايه انت ما تاخدش البطوله ليه ومعلمهم وقفوا صحهم في معلمه كل كل اولا بوقفه على رجله بدرس له كويس قوي كل النواحي اللي تخصه في هذه المرحله السنيه ما مشكلتنا يا كابتن ميدو ان احنا ممكن اديك اللي ما يفيدكش ممكن اخش على النت اجيب تدريب وانا مش فاهمه اجيب تدريب واطبعه وابقى طباع زي المكنه زي الاله زي الكمبيوتر اطبع واعمل ورق واعمل حاجات كده لكن انت محتاج ايه هو ده اللي استفدنا بيه من الخبير اللي النادي الاهلي كان ليه الطرف الاكبر والاعظم ان هو يستقطب هذا الخبير علمنا متطلبات كل سن ايه متطلبات كل سن ودي يا كابتن ميدو في علم التدريب حاجه جامده جدا خد بالك هي سهله في النطق لكن في التعامل صعبه جدا بالظبط يعني انت لما تختار لعيب مثلا في الانتقاء بالنسبه للانتقاء اللي حضرتك اتكلمت فيه عنده 6 سنين هتختاره على ايه؟ لا هو جسم ولا هو سريع ولا هو باين فيه حاجه يعني ولا بيجري على الكوره شوطها. طب اديني معايير الاختيار ساعتها. اذا النواحي العلميه هنا مش هتبقى موجود خالص في الست سنين خالص لان ولد انت بتتكلم في ولد ممكن يقع وهو بيجري بالظبط ما عندوش اي توافق لسه هي لمسته للكوره وتعامله مع الكوره لكن انت بقى انت خبراتك الكبيره في ثانيه من خلال شغلك تعرف ده عارف انت كانك بتشم لعيب الكوره كده بتحسه تعال انت بالظبط تعال انت بالظبط فالقصه كبيره يا كابتن ميدو يعني انا بعشق الكلام ده بعشقه الله يخليك لان انا اشتغلت شويه في قطاعات الناشئين كنت يعني كنت دايما اقول للولاد ايه انت يعني اقول مثلا الكابتن بدر رجب مش هاف ديفندر مظبوط مش هلزق لك التهمه دي لان ده بالنسبه لي تهمه طب افرض انت بقيت فرود مش هتعرف تشتغل فرود طبعا فبقول كنت بحط لهم الاماكن على سبوة. اللوحه اقول لهم هنا مثلا باك رايت اللي بيروح له بيكون باك رايت المكان نفسه هو اللي يروح له هو اللي بيكتسبه طبعا يعني اللي بيروح له بيبقى باك رايت طبعا لكن انت مش باك رايت لان انت ممكن تلعب في نص الملعب ممكن الظروف زي ما حضرتك بتقول بالظبط ممكن تبقى فرود مثلا في كورنر بقيت فرود مظبوط ممكن انت تعطلت في هجمه الكوره جات لك بقيت هاف طبعا فما بلزقش ان انا ان انت باك رايت انت استحاله اقول الباك رايت هو كذا لكن مزبوط. انت مش باك رايت فكان فعلا العيال يقعدوا عارف يقعدوا والعيال تلاقيها بتعشقك وتحبك طبعا. لما يحسوا ان المعلومه دخلت قلبهم ويا سلام طبعا ده الكابتن ده بيقول طبعا فسبحان الله الكلام فعلا انت كابتن ميدو بسطت المعلومه للولد بالظبط ما هو انت ككبير عارف يعني ايه باك رايت لكن انت خليته اما تيجي في المكان ده انت مواصفات الباك رايت عندك بالظبط فانت تقدر تنفذ الكلام بالزبط. ده لكن لو وصلتها له انت ما عندكش الادراك والحس ان انت توصلها للولد في السن مثلا لما اكلم واحد في الدرجه الاولى غير لما اكلم لعيب في مدرسه الكوره بالظبط او اكلم لعيب في قطاع الناشئين بالزبط. توصيل المعلومه بالزبط. الاتصال بينك وبين اللاعب هو مدرك ان انت عايز منه ايه يعني هو مدرك انت عايز منه ايه يعني لعيب الكوره ده ذكي جدا خد بالك ذكي جدا طبعا. وبعدين انت اما بتجيب لعيب مهاري ما بتتعبش في النواحي التكتيكيه خالص تخيل انت اما انا اجيب لعيب مهاري يعني احنا كان عندنا بعد نص الملعب الولاد اللي بقول لك عليهم دول العفاريت دول اما كنت بعد نص الملعب انا مش مدربك مش انا اللي بمرنك انا لغايه نص الملعب انا المدرب بتاعك اللي اقوله يتنفس لغايه نص ملعبي بعد ما اعدي نص الملعب الثاني انت فري جورديولا. عايز ترقص الفرقه كلها روح جوارديولا عايز اشوف جوارديولا طبعا قبل ما نشوف جوارديولا احنا كنا صغيرين يعني بدانا صغيرين كنا بنعمل الكلام ده شفناه في برشلونه بالزبط. وانا قلت ان النادي الاهلي فيه لعيبه تلعب في برشلونه قلت الكلام ده والله عندنا قلت أنا وانا قلت يمكن انت كنت موجود يا كابتن ميدو طول عمرك يا كابتن بدر مؤمن ان اللعيبه في العالم
متقسمه لثلاث فئات. طبعا فئه زي مارادونا وميسي وكريستيانو دول في حته ثانيه خالص. طبعا وفئه مميزه شويه. طبعا والباقي كله نفس الشكل ونفس النوع، لكن اللي بيختلف او اللي بيخليهم حاجه هو المدرب. طبعا عشان كده المدرب له قيمه لا تقدر بثمن، لكن بقى تقول لمين. طبعا طيب بطولات كثيره جدا جدا، حديث شيق جدا، انا عارف الحديث هيبقى شيق، واكيد كلكم هتستمتعوا بحديث النجم بدر رجب اللي يعني خد مع النادي الاهلي بطولات عديده والقاب كبيره جدا هنعرفها منه، لكن بعد الفاصل. كابتن بدر رجب فعلا من المدربين القلائل اللي هم يعني صنعوا جيل في مصر الى وقتنا هذا بيلعبوا. مش عايز اعد يعني، لو عديت مثلا هنسى ناس كتير، منهم هشام محمد وايمن اشرف واحمد نبيل مانجا واسلام محارب بالظبط، وغير بقى هتيجي مرحله مرحله، من ناصر النني، محمد ناصر النني في ال 92، ونخش 93 رامي ربيعه واحمد حسن كوكا، نخش 94 تريزيجيه وكهربا وشريف دابو، ونيجي 95 اسلام صالح دلوقتي في سموحه، نخش على 96 محمد هاني، نخش على 97 رمضان صبحي وكريم نيدفيد واحمد رمضان بيكهام، نخش على 98 احمد ياسر ريان واحمد حمدي لا فوزي حنون ما كانش معانا في المدرسه بمنتهى الامانه، هو جه بعد كده. نيجي وصلنا لحد 98، ده اخر جيل كان مسؤول عنه الكابتن بدر رجب، وانا اشتغلت معاه في 2006. كنا خمس مراحل سنيه، كنا انا وكابتن بدر رجب في سنه من السنين كنا انا وبدري بس في مدرسه الكوره. الكابتن بدر رجب طبعا يعني ما عنديش يعني مش عارف اقول ايه، يعني من الشخصيات الكبيره جدا اللي جوه النادي الاهلي، بتخدم النادي الاهلي سواء هو موجود او بره النادي الاهلي. يعني عيونه صاحب عيون خبيره في النادي الاهلي، مكتشف مواهب كتير، لعيبه كتير لعبت في الدوري الممتاز. لا ساب بصمه كبيره جدا، يمكن هو بعيد عن النادي بقاله حوالي 10 سنين وهو في الامارات، ولكن لا يعني كابتن بدر رجب من الشخصيات المحترمه جدا في الكوره، الشخصيه رائعه طبعا، يعني قدم مواهب كتير جدا للنادي الاهلي، فاكهه الكره المصريه في النادي الاهلي، يعني من ناحيه الذوق، من ناحيه الاخلاق، من ناحيه اللعب، من ناحيه الادب، من ناحيه الجدعنه. كابتن بدر رجب انا زميلته في الملاعب، يعني كنا مع بعض صغيرين في النادي الاهلي في ناشئين النادي الاهلي، اتدرجنا مع بعض لغايه ما لعبنا في فريق كبير، ويمكن لينا ذكريات مع بعض، احنا ماتش الاهلي والزمالك سنه 1985 في كاس مصر، كنا بنلعب مع بعض ان احنا ناشئين، كنت انا تحت 17 سنه وكان كابتن بدر تحت 19 سنه، ولما تم ايقاف اللعيبه الكبيره جمعونا ولعبنا الماتش دوت وكسبنا الزمالك 3-2، وبعد كده استمرينا في الفريق الكبير. كابتن بدر اخويا الكبير طبعا ومعلمي واستفاد منه كتير، استفدت منه وفاد النادي الاهلي كتير جدا في قطاع البراعي، يمكن 99% من اللعيبه اللي بتلعب بره، مش عايز برضه ابقى انسى لعيبه، لكن انا بتكلم ان الكابتن عامل قاعده كبيره جدا جدا جدا، 80% من اللعيبه اللي لعبت في الانديه الكبيره ورجعت النادي الاهلي تاني كان الكابتن بدر كان بيمرنها في المدرسه، وطبعا انا برحب بيه وبقول له طبعا منور مصر ووحشتنا جدا، وان شاء الله لازم يبقى ليك دور ان شاء الله في النادي الاهلي، دور كبير، حضرتك تستاهل اكتر من كده طبعا، وبرحب بيه طبعا وبقول له ان شاء الله تبقى متواجد باذن الله في النادي الاهلي. مصر كلها عارفه كابتن بدر من نوعيه من الناس اللي اخونا الكبير طبعا، من نجوم النادي الاهلي، من الناس اللي عملت قاعده في البراعم وقاعده في قطاع الناشئين على المستوى الفني طبعا، مش هينفع اتكلم عليه لان هو اخويا وهو عارف انا معزته عندي، هو من المدربين الجامدين قوي، من المدربين اللي اكتشف مجموعه كبيره من المواهب، بتمنى له طبعا كل خير، يمكن دلوقتي في الامارات، بتمنى له كل خير، هو من المدربين اللي الواحد كان نفسه يشتغل معاهم. كابتن بدر يعني معروف ابو الناشئين كلها، يعني مفيش لعيب ناشئين النادي الاهلي غير وهو عدى على كابتن بدر رجب واستفاد من الكابتن بدر رجب وتعلم من الكابتن بدر رجب. كابتن بدر رجب ما شاء الله مطلع اجيال واجيال واجيال، وما شاء الله كلهم دلوقتي في الدوري الممتاز، اللي بيلعب دوري ممتاز، اللي مدرب، اللي يعني كلهم ما شاء الله حاجه كبيره جدا. فكابتن بدر رجب ابو الناشئين، كان اخ مع الجميع، مع الولاد، مع العمال، وكان حنين، وبعدين ما كانش بيأثر مع اي حد، وما حسيناش بيه اللي هو مدرب كأخ،
وبعدين طلع اجيال ولاده في النادي الاهلي وبره النادي وفي جميع الانديه، واللي احترف احترف بره، ويعني مجهود بيشكر عليه واحنا بنشكره على اللي هو قدمه للنادي الاهلي. كابتن بدر رجب غني عن التعريف، الناس كلها تعرفه، عينه حلوه، الراجل بيقعد مش بص للاعيب كده يقول لك ده هيبقى لعيب كوره. طبعا يعني دي حاجه مش في اي حد يعني. الراجل ده عنده اكتر من 5000 تمرين يعملهم، ولو عمل تمرين يعمل منه 13 14 تمرين. وسافرنا اوروبا ما فيش مره ما كسبش الدوره، اذا كان في النمسا ولا في باريس ولا في لندن، ما طلعناش مره الا وكسب الدوره اللي هو فيها. فبدر رجب من الناس الممتازه جدا ومن احسن من يمسكوا البراعم مش في مصر بشكل اوسع كله. كابتن بدر كان عنده رؤيه مستقبليه كويسه جدا، كان بيقدر يحدد اللعيب يلعب في انهي مرحله عمريه بالظبط، يعني يقول لك ده بتاع ملعب صغير، ده بتاع ملعب كبير. فهو شاطر جدا في الحته دي، وهو مدرسه الكوره دي مملكته، يعني دي بتاعته هو بالذات على مستوى مصر كلها. يعني بصراحة لما تكون انت فعلا تعبان في مكان مش هتلاقي كلام احسن من كده، لو حتى فلوس الدنيا كلها. يعني كابتن بدر رجب يعني عينيه اتملت بالدموع من الكلام، وانت تستاهل والله العظيم بجد. تستاهل والكلام يعني كتير عليا. لا 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 تستاهل. انا ما يعني ما انت تستاهل والله. لا تستاهل كل اللي عندي، او انا يعني الناس اللي اتكلمت دي يعني هم احسن مني، لانه هم اشتغلوا وتعبوا معايا، فانا بتاثر جدا لما حد يكلمني او يتكلم عليا، لان انا ده واجبي في النادي الاهلي، وحق النادي الاهلي علينا وحق مصر علينا كمان. انا ما كنت بشتغل يا كابتن ميدو مع الناس الموجوده دي، انا كنت شايف مصر والله قبل النادي الاهلي كمان، لان انا كنت بقول لاولادي ان انتوا هتمثلوا مصر. كنت بقول الكلام ده للعيبه بالذات اللي هم الفيمس اللي هيبقوا حاجه كبيره في مصر، اللي هيبقوا ان شاء الله مشهورين وهيمثلوا الكره المصريه. كنت بعدهم اعداد مع من الاول، العامل للاداري للدكتور للمدرب. فالكلام وجعني شويه. سامحني يعني. لا ده يعني انا مش عايز اقول لك، انا كمان مبسوط قوي ان لما بقى معايا حد وتعب فعلا وكافح، الكلام من القلب وكلام طالع من قلبهم. هم ما عرفوش اصلا انت معايا في الاستوديو، واحنا بنسجل لما بنيجي نعمل تقرير عن ضيف ما بنقولش الضيف معانا في الاستوديو ويقول كلمتين بقى حلوين، لا احنا بنتكلم بصفه عامه جدا، وكلام تستاهله فعلا، واكيد انت مأثر في الناس دي، والناس دي حاسه ان انت تعبت وان انت كان عندك رؤيه. كله بيتكلم انت كان عندك رؤيه وان انت ملك، يعني اخر حد قال ده الكابتن بدر رجب ده ملك قطاع الناشئين، ودي فعلا حاجه جميله جدا وتستاهلها. الحمد لله والشكر لك. وكلام يا كابتن احسن من الفلوس بكتير قوي، يعني اللي يخليك تعمل كده ولا ملايين الدنيا تخليك تعمل كده. انا عمر الفلوس ما كانت هدفي يعني. انا عارف. انا 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 انا, أنا الجماهير بتفهمني لما بتكلم في الحته دي. والله عمر الفلوس ما كانت هدفي، والله عمري في حياتي ما جريت ورا الفلوس وما عملتش فلوس يعني. انا يعني الحمد لله انا فلوسي وكنزي وراس مالي اللي اتقال ده يعني حتى وجعني لغايه دلوقتي. انا قلبي وجعني من اللي انا سمعته ده، لان انا ما كنتش اعرف ان انا ليه معزه عند الناس كده، وبالذات كمان لما بتبقى بتشتغل وانت بتقود ممكن تكون زعلت حد وبتزعق وخايف على شغلك، فممكن تبقى يعني حماسك يخليك تضايق حد. ان الكم ده كله الناس اللي شغاله دي ومحدش زعل منك وبيكلموا كده، ده تاج على راسي، وانا بشكرهم. وانا نجاحي او اللي انا عملته ده انا مش عملته لوحدي، يعني الناس اللي كانوا موجودين، مجلس الادارات اللي كان موجوده، المدربين اللي اشتغلوا معايا، الراجل اللي علمني مستر كورفر، اللعيبه اللي طلعت بعد كده وذكرتنا بالخير، ده كله انا تاج على راسي. تاج على راسي. لو انت مش عارف الناس بتحبك قد ايه، لا اعرف انت بجد الحمد يعني محبوب لله. جدا ومحبوب من القلب كمان. كل اللعيبه يعني اي نجم كنت بجيبه على التليفون او معانا في الاستوديو كان لازم يقول لي اسمك. الحمد لله. فانت كنت معايا في مداخله كنت قلت لك انت عامل ايه في اللعيبه. لا ربنا يكرمك كابتن، طول عمرك يعني حتى وانت لعيب كنت مثال يحتذى به، وانت مدرب وانت في قطاعات الناشئين حتى كمان، وحضرتك دلوقتي كمان مدير فني لقطاع الناشئين بنادي الجزيره الاماراتي، حاجه تشرف ودايما بنتشرف بيك، ودايما بنسعد لما نعرف ان الكابتن بدر رجب الناس متمسكه بيه. كابتن بدر رجب عامل طفره في الامارات، الكابتن بدر رجب، الكابتن بدر رجب، فاكيد حاجه اضافه قويه جدا وحاجه مشرفه للاهلي ولمصر كمان.
الحمد لله والشكر لله. يعني احنا زي ما قلت لك كابتن ميدو، احنا نقلنا خبرتنا كلها لنادي الجزيره الاماراتي، وعندنا قاعده كبيره جدا. انا يكفي ان انا اقول لك كان عندنا 2 لعيبه في منتخب الامارات لما رحت، دلوقتي عندنا 32 لعيب في منتخب الامارات، في منتخبات الامارات ما شاء الله في خلال 10 سنين اللي اشتغلتهم. برده مش لوحدي، معايا ناس شغاله، معايا وائل السيسي، ومعايا وائل الزايد، ومعايا تاج، ومعايا احمد محروس، وطلعت وفرج، ناس كتير مش عايزين زمايلي يعني كله، والدكتور رجاء الكعبي والشبيبي وابو فارس وكل الناس، والكابتن عادل مبخوت، كل مش عايز انسى حد يعني، كل الناس اللي ساعدتني وقفت جنبي. احنا بنجني دلوقتي الثمار اللي احنا زرعناها في خلال 10 سنين. عندنا قاعده كبيره جدا في قطاع الناشئين وفي البراعم، عندنا مدربين على مستوى عالي جدا، عندنا 32 لعيب، اكبر نادي في دوله الامارات في لعيبه في المنتخبات، من بدايه من منتخبات البراعم لغايه المنتخب الاولمبي موجودين في نادي الجزيره. الحمد لله والشكر لله. مش عارف اقول لك ايه يعني، انا بصراحه مش عايز الحوار يخلص بيني وبينك، عندنا كلام كتير جدا جدا، الوقت عمال يجري مننا وللاسف كمان قرب على الانتهاء، لكن بصراحه حاجه تشرف. مش عايز اقعد اقول يعني، عشان انا بحب الله يخليك، انا بحبك اصلا بحب من ايام ما كنت تلعب والسروهات يا جماعه. الكابتن بدر رجب كان حريف يعني، اللي يعمل لك سروه في ثانيه، كان حسام حسن بقى ما بصيش غيري يعني حبيب. احلى بطوله، انا عارف كل البطولات اللي مع النادي الاهلي بتبقى جميله وحلوه، احلى بطوله ليك عمرك ما تنساها مع النادي الاهلي واحنا لعيبه بقى، هي بطولة كاس مصر، اول بطولة لعبناها، ان كانت زي كان احمد جمال بيحكي دلوقتي، كانت ظروفها صعبة قوي يا كابتن ميدو، ان انت ما بين التأييد وما بين ان انت تمشي بره، وبعدين يجي لك بطولة كبيرة في النادي الاهلي كاس مصر في 3 ماتشات، فتلعب تحت وانت مضطر، تحت ظروف صعبة جدا، مش ان انت يعني متجهز وهتلعب بطولة فانت بتبقى عارف، لا انت اضطريت تلعب مكان لعيبة كبار جدا كلهم منتخب مصر، وبتلعب منتخب مصر اللي هو نادي الزمالك في الوقت ده، عمالقة كرة القدم. فدي بتهيألي أول بطولة حققناها فعلا بقطاع من قطاع الناشئين في النادي الأهلي، يمكن دي رسمت شخصيتي شوية قدام يعني حضرتك. ان انا حبيت يعني، لو حددت لك اللي بيلعبوا دول كنت تخاف او ما تتخافش، انت ممكن تلعب قدامهم، لكن مره واحده انت لعبت، وحتى جماهير الاول مره جماهير النادي الزمالك كانت تبقى اجمل من جماهير النادي الاهلي، لان كانت المباراه محسومه لنادي الزمالك. لكن رجوله اللعيبه بتاعتنا والروح القتاليه اللي تربوا عليها، كسبنا هؤلاء العمالقه في كره القدم، الجيل العظيم اللي ما اتعوضش في الزمالك، وحققنا البطوله دي. فدي كانت بطوله بالنسبه لنا، انا بالنسبه لي اعز بطوله. انا خدت بطولات كتير، خدت دوري وخدت كاس ان شاء الله، وخدت افريقيا دوري وكاس، وخدت افرع اسيويه، اول بطوله افرع اسيويه اتعملت خدناها، لكن دي بطوله عمري ما انساها، لان دي بطوله عملتنا كلنا، عملت جيلين في بعض، عرفت الناس بحسام وابراهيم ومحمد سعد واحمد جمال وضيع عبد الصمد ومحمد السيد والاباني وشمس وبدر ومش وسرساوي وعلاء عبد الصادق، مش عايز انسى حد يعني، لان جيل كان جيلين في بعض. اعتقد احسن بطوله بالنسبه لي او اعز بطوله بالنسبه لي. ويعني هاخد من كلامك ان دايما النادي الاهلي عند التحدي، هتلاقيه في اي حاجه في كل الظروف. احنا ربنا خلقنا عشان نفضل طول عمرنا متحديين حتى انفسنا. حلو قوي، حلو قوي، يعني ارجعوا لنا يا جماعه، ارجعوا لنا بسرعه جدا، الكلمتين دول حلوين قوي عادي يعني. دي حقيقه والله، دي الاهداف. انا عايزك تقول الكلمتين دول كده مع الكاميرا عشان الناس تعرف والجماهير تعرف. حاضر، قول تاني. انا بقول ان احنا خلقنا للتحدي، ربنا خلقنا بالذات في اللي بيبقى جوه النادي الاهلي بيعرف يعني ايه كلمه تحدي، وهو بيتحدى نفسه قبل ما يتحدى الاخرين، يعني بيتحدى ان هو ما يفشلش، وده في حد ذاته نجاح، ان انت تبقى عدو الفشل في اي حته انت شغال فيها، اتربيت على كده وبتزرعها في كل الحته اللي بتشتغل فيها. انا اختم بالكلام بتاعك ده. شكرا يا كابتن، نورتني وشرفتنا يا كابتن، وان شاء الله يبقى يعني كل ما تنزل كده اجازه لازم تيجي في بيتك تنور بيتك وتشوف المشاهدين، والمشاهدين يستمتعوا بكلامك ويعرفوا ان في مدرب جامد جدا جدا اسمه بدر رجب، هم عارفين طبعا مشرفنا في دوله الامارات الشقيقه في نادي الجزيره كمدير فني لقطاع الناشئين. نورتني وشرفتني وبتشرف بيك في اي مناسبه. سعيد بوجودي مع كابتن ميدو، وسعيد ان انا ببيتي والعمل كل تاريخ لعيبه مصر كلها الموجودين حاليا، الا وهو النادي الاهلي بيتي ومطرحي. شرفت نورتك. شكرا يا كابتن، شكرا.
يعني كان ختام ولا اروع من الكابتن الكبير الكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الجزيره الاماراتي واللي محقق معاه يعني حاجات كثيره جدا ولا اروع من كده. ان شاء الله كل التمنيات لقطاع الناشئين النادي الاهلي دايما بالحصول على لعيبه الاول تمثل فريق الاول تمثل منتخب مصر ثم البطولات. كابتن بدر رجب ختم حلقه النهارده بان الاهلي دايما قد التحدي والاهلي خلق للتحدي. لعيبه بقى اداره زي ما انتم عايزين تقولوا قولوا. بتنوروني وبتشرفوني دايما وبستمتع بالوقت اللي بقضيه معاكم واشوفكم قريب جدا 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 مع الف سلامه.